بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو تراكم معرفي من أولى ثانوي وتأسيس لحل مسائل الباب التاني. إن شاء الله الفيديو ده تفهموه بنسبة كبيرة جدا. إن شاء الله لو فهمتوا الفيديو ده معايا مش هيقابلكوا أي مشاكل في التأسيس اللي هي التراكم المعرفي اللي أنت محتاجه من السنين اللي فاتت عشان تقدر تحل مسائل تالتة ثانوي. وإن شاء الله هحل معاكم النهاردة حوالي 50 مسألة. هي المسائل دي أصلا محلولة، يعني أنا كاتب الإجابات بتاعتها عشان ما نضيعش وقت في الحل، بحيث ان انا اعرض قدامك القوانين بتاعت اولى ثانوي واقول لك كنا بنحل ازاي واقول لك الافكار، بحيث ان شاء الله يعني من الفيديو اللي جاي نبدا نحل في المسائل بتاعت الباب التاني في مندليف. دي المعلومه الاولى. المعلومه التانيه، لازم تكون عارف ان المسائل بتتحل باكتر من طريقه علميه، فممكن تشوف الطريقه دي سهله تلاقي الطريقه بتاعت مدرس تاني اسهل تحل بيها. فانا عايز اوصل لك ان المسائل بتتحل باكتر من طريقه. في طالب بتحب تكتب القانون بالعربي، في طالب بيحب يكتب القانون بالانجليزي، في طالب بيحب يدمج قانونين مع بعض عشان يخلص المسألة بسرعة، في طرق بتحل المسألة في سطرين، في طرق قوانين، في طرق مقصات، تمام؟ المهم احنا هنحاول نوصل لأسهل طريقة نحل بيها أي مسألة بإذن الله. يلا نبدأ على بركة الله. عندي 4 قوانين من أولى ثانوي بيتكلموا على عدد المولات. أول قانون N اللي هو عدد المولات يساوي MS على MWT. MS اللي هي ماس يعني كتلة بالجرام، MWT يعني مولر ويت اللي هي الكتلة المولية. فانت عايز تكتب القانون بالعربي اللي هو عدد المولات يساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية براحتك. عايز تكتبه بالانجليزي ويبقى اسهل واسرع ليك وقوانين كتير هتحلها بسرعة، اللي هو N يساوي MS على MWT. ده اول قانون. لو عملناه على هيئة مثلث يبقى ال N خبيها تساوي MS على MWT. طلب منك ال MWT اللي هي الكتلة المولية يبقى MS على N. طلب منك ال MS خبيها تبقى N في MWT اللي هي عدد المولات في الكتلة الايه المولية. القانون الثاني لعدد المولات هو N يساوي NU على NA. ايه NU دي؟ حاجة اسمها number of units اللي هي عدد الوحدات، الوحدات البنائية اللي بنت المادة الكيميائية دي. ممكن تكون الوحدة البنائية هي جزيء، فنحسب عدد الجزيئات او عدد الذرات او عدد الايونات او عدد الصيغ، كل ده معناه NU. فانت ممكن بدل ما تكتب كل الكلام ده تقول NU خلاص، يبقى انت عارف ان عدد الصيغ او الايونات او الذرات او الجزيئات دي اسمها NU. طيب ذرة يعني مثلا زي الكبريت، الكلور، الكربون، ايون يعني صوديوم موجب واحد، كلور سالب واحد، دي اسمها ايونات. الجزيئات والصيغ دي مركبات. الفرق بين الجزيئات والصيغ ان الجزيء ده مركب تساهمي والصيغة مركب ايه ايوني. ال NA اسمها افوجادرو نمبر اللي هي عدد افوجادرو اللي هي 6.2 × 10^23، وده رقم ثابت لازم تكون عارفه. يبقى ال N هي عدد مولات. عدد مولات ايه بقى؟ عدد مولات الجزيئات او عدد مولات الذرات او عدد مولات الايونات او عدد مولات الصيغ، تمام؟ وال N دايما اسمها عدد المولات. ده القانون الثاني. القانون الثالث N يساوي MVL. N قلنا يعني عدد المولات، M اللي هي مولاريتي اللي هي التركيز بالمولارية، في VL اللي هو الفوليوم باللتر اللي هو الحجم باللتر. يبقى عدد المولات يساوي التركيز بالمولارية في الحجم باللتر، الحجم بتاع المحلول باللتر. ممكن برضو نعملها على هيئة مثلث. طلبت منك ال M تقول لي N على VL، طلبت ال VL يبقى N على M، طلبت منك ال N يبقى MVL. القانون الرابع والأخير لعدد المولات N يساوي VL على 22.4. بس القانون ده ما بنشتغلش بيه إلا في حالة إن المادة اللي عندي غاز وفي ال STP. STP يعني ظروف قياسية اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر اللي هي الظروف القياسيه من الضغط ودرجه الايه الحراره. وفي قانون كده عشان نختصر الوقت بيجمع ما بين القانون الاول والثالث، يعني شايف الان بتاعت القانون الاول ده، شيلها وحط مكانها ام في ال، يبقى الام اس بيساوي ايه؟ الام اس ساعتها يساوي ام في ال في ام دبليو تي، وده بنسميه ساعات قانون التحضير اللي هو ده. فممكن تشتغل بالقانون ده لو طلب منك التركيز بالمولاريه وجايب لك كتله مش عدد مولات زي القانون اللي فات، تمام؟ تقول له MS تساوي MVL في MWT. MS قلنا يعني كتلة بالجرام، M اللي هو التركيز بالمولارية، VL اللي هو الحجم باللتر، MWT اللي هي الكتلة الايه المولية. دول اشهر قوانين هنستخدمها في معظم المسائل. في بعض الافكار التانية للمسائل طبعا وللقوانين هقولها لك واحدة واحدة في الفيديو عشان ما كترش عليك. طيب التركيز، اكتر تركيز في المسائل بيجي بالمولارية. المولارية اللي هو التركيز مول على اللتر، لانه عدد المولات على الحجم باللتر. ممكن يقول لي حوله لي الى تركيز بالجرام على اللتر، يبقى انا عايز جرام اللي هي كتله، وانا عارف ان الكتله هي عدد المولات في الكتله الموليه. انا معايا عدد المولات
يبقى هضرب فيه الكتلة المولية. العكس بقى يجيب لي تركيز بالجرام على اللتر ويقول لي حوله إلى تركيز بالمولارية، يبقى أنا عايز أحول من جرام إلى مول، أنا عايز مول اللي هي عدد المولات، يبقى كتلة على كتلة مولية، الكتلة معايا جرام، يبقى أقسم على الكتلة الإيه؟ المولية. تمام. القانون التاني اللي هو كثافة الغاز. لو قال لي أنا عايز كثافة الغاز في الظروف القياسية، أنت عارف إن الكثافة كتلة على حجم، يبقى هنقسم الكتلة المولية على الحجم المولي. ما هو الواحد مول من أي غاز في الكيمياء، الواحد مول من أي غاز في الظروف القياسية حجمه 22.4 لتر، يبقى تقسم الكتلة المولية على 22.4 لتر. لسه في أفكار تانية للمسائل، بس عشان ما زودش عليك هنكتفي بدي مؤقتا وأحل عليهم وبعدين أرجع للأفكار. طيب، في حاجة مهمة جدا عايزك تعرفها اسمها العلاقات الكيميائية، ومعظم المسائل أصلا هتكون علاقات كيميائية، يعني علاقة بين المادة A و B، مثلا C و D، A و C، A و D، B و C، B و D، يعني اتنين متفاعلات أو اتنين نواتج أو واحد من المتفاعلات مع واحد من النواتج. لو أنت عرفت الأساس الكيميائي بتاعه صدقني مش هيقابلك أي مشكلة في أي مسألة طول السنة. تمام. الأساس الكيميائي بتاع كل المسائل أو الاستوشيومتري أو الحسابات الكيميائية أصلا بيعتمد على حاجة اسمها R. الار ديت يعني كل اللي انا هقوله ده موجود في كتاب الوزاره وموجود في الكتب الخارجيه، ما عدا كلمه ار دي اللي انا عايزك تعرفها. ار يعني النسبه الموليه، ريشيو، بيقول لك النسبه الموليه للايه، يعني الار بتاعه الايه تساوي الار بتاعه البي اللي هي الماده بي، تمام، يساوي الار بتاعه الماده سي تساوي الار بتاعه الماده دي. طب يا مستر هو الار دي يعني ايه؟ ار يعني عدد المولات في المساله على عدد المولات في المعادله. تاني كده، عدد المولات اللي هتجيلك في المساله للماده ايه على عدد المولات في المعادله اللي هي وزن المعادله اللي هو الايه ده والاس مول ده اللي هي بالازرق. يبقى الان ايه على ايه او الان ايه على الان ايه اللي هي عدد المولات في الايه في المعادله، يساوي ان بي على ان بي، عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة، عدد المولات في المعادلة اللي هو الوزن اللي هو المقام ده، يساوي، هتفهم دلوقتي بالتفصيل، N بتاعة المادة C اللي هي عدد المولات بتاعة المادة C في المسألة على NC اللي هي عدد المولات اللي موجودة في المعادلة ده، أو اكتبها C على طول، يساوي N بتاعة المادة دي عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة. لو انت قدرت تفهم السطر ده هتحل مسائل كتيرة جدا جدا في الباب التاني. المقام ده كله معلوم لان وزن المعادلة معلوم، يعني مثلا ان هو واحد هنا، واحد هنا، اتنين هنا، تلاتة، فانت عارف وزن المعادلة فانت عارف المقام. طب البسط، انا قلت لك البسط ده هو عدد المولات في المسألة، عدد المولات في المسألة ده ممكن افك الاربع قوانين لسه قايل لك عليهم، يعني ممكن تفك الان اللي في البسط ده كتلة على كتلة مولية، يعني ام اس على ام دبليو تي، او ام في ال تركيز في حجم باللتر، او ان يو على ان اي اللي هي عدد الجزيئات على عدد افوجادرو، او في ال على 22.4. لو انت فهمت السطر اللي انا قلته ده صدقني مفيش مساله هتقف عليك، وهنشوف دلوقتي افكار كتيره جدا لحل المسائل. طيب تعال نجيب مساله كده، يعني اي معادله ونطبق عليها الكلام ده. دي معادلة مثلا موجودة في الباب الثاني، الكشف عن أنيون الكربونات، دي تجربة أساسية، جبت كربونات الصوديوم ملح صلب حطيت عليه حمض الهيدروكلوريك طلع لي NaCl و H2O و CO2 اللي هو إيه؟ غاز. طيب يجي لي في الامتحان مثلا يقول لي أنا عايز مثلا علاقة بين ده وده، يعني اتنين متفاعلات أو اتنين نواتج أو واحد من المتفاعلات وواحد من النواتج، لا أنا هخليهم أربع خمس مسائل في بعض ونحلهم في سطر واحد كمان مش مسألة واحدة. يعني يقول لي مثلا انا عندي مثلا 53 جرام من ال Na2CO3، ال 53 جرام دول يتفاعلوا مع HCl تركيزه كام، وعدد المولات اللي هتطلع من NaCl كام، ومثلا عدد الجزيئات بتاعه ال H2O كام، ويقول لي الحجم باللتر بتاع غاز ثاني اكسيد الكربون كام. المسائل بتتحل بطريقتين، لها طرق كتيره طبعا، اسهل طريقتين من وجهه نظر يعني طريقه الار وطريقه المقصات. تعال نشوف الطريقتين، يعني انا هحل المسألة بطريقتين. اول حاجة R بتاعة المادة دي هي نفسها ال R بتاعة دي، هي نفسها بتاعة كل المواد اللي في المعادلة. R يعني ايه؟ R يعني عدد المولات في المسألة اللي هو Na2CO3 على عدد المولات في المعادلة اللي هو كام؟ واحد، يساوي عدد المولات بتاعة ال HCl في المسألة اللي جاية لي في الامتحان
على عدد مولاتها في المعادلة اللي هو 2 يساوي عدد مولات الـ NaCl، تمام، على 2 اللي هو وزنها في المعادلة يساوي عدد مولات الـ H2O على 1 اللي هو وزنها في المعادلة، عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة يساوي عدد مولات ثاني أكسيد الكربون على وزنها في المعادلة 1. طيب جايب لي ايه بقى في الامتحان؟ بيقول لي مثلا ده 53 جرام. طبعا هو بيطلب مطلوب واحد بس، مش ايه، مش اتنين، لا ده انا هطلب دلوقتي اربع مطالب. هقول لك دلوقتي ده تركيزه بالمولارية كم، وده عدد مولاته كم لو الايه، لو اللي اتفاعل 53 جرام من كربونات الصوديوم، وده عدد جزيئاته كم، والغاز ده حجمه باللتر كم. احنا دلوقتي قلنا ان الار بتاعتهم كلهم متساويه، وار يعني عدد المولات في المساله على عدد المولات فين في المعادله، تمام. تعال على اول ماده اللي هي كربونات الصوديوم، انا كاتب هنا ان يعني عدد مولات. هو المعطيات في المساله هل عدد مولات ولا كتله بالجرام؟ كتله بالجرام. يبقى انا ممكن اشيل البسط ده اللي هو الان ده واحط مكانه قانون يكون فيه كتله بالجرام. طب ما انا عارف ان الان يساوي ام اس على ام دبليو تي، صح ولا لا؟ يبقى انا ممكن اشيل الان ده واحط مكانها ام اس على ام دبليو تي واضربها في واحد، الواحد ده اللي هو اصلا موجود في المقام اللي هو الوزن، يساوي هنا الاتش سي ال، انا عندي هنا عدد مولات، هو طالب ايه؟ تركيز. شوف قانون يكون فيه تركيز. طب ما انا عارف ان عدد المولات يساوي التركيز في الحجم باللتر، يبقى التركيز في الحجم باللتر على 2 يساوي هنا طالب مني ايه؟ ان اللي هو عدد المولات. طب ما القانون اصلا ان، يبقى ما بدلهاش يعني ما عوضش عنها بحاجه، خليها زي ما هي، الان بتاعت الايه؟ الـ NaCl على 2 لان انا عايز اصلا عدد المولات. طيب ان بتاعت الميه هو عايز مني ايه؟ عدد جزيئات. شيل الان ده وحط قانون يكون في عدد الجزيئات. طب ما انت عارف ان الـ N يساوي NU على NA، يبقى شيل الـ N ده وحط NU على NA في واحد اللي هو اصلا موجود في المقام. طيب هنا N وطالب مني حجم الغاز باللتر. طب ما انت عارف ان الـ N ده هو VL على 22.4، يبقى VL على 22.4. طيب ركز معايا بقى، هيجيب لك في الامتحان يقول لك ان الـ HCl ده محلول حجمه مثلا نص لتر، نص ايه؟ لتر. شوف دلوقتي انا هحل لك دلوقتي اربع خمس مسائل في سطر واحد. الام اس ده معلوم ولا لا؟ معلوم، تمام. والام دبليو تي اللي هي الكتله الموليه سهل نحسبها ولا لا؟ 2 في 23، 1 في 12، 3 في 16، بيجي لك الارقام في الامتحان اللي هي تطلع معايا 106، يبقى ده معلوم، تمام. عايز بقى التركيز بتاع الاتش سي ال. طب ما انت معاك الحجم باللتر، يبقى ناقص مين؟ التركيز، يبقى ده اللي مجهول، يبقى كله معلوم ما عدا التركيز. خلي بالك انسى اللي على اليمين دول دلوقتي، انا دلوقتي بشتغل مع الماده ده مع الماده دي، ما هو بيبقى واحده معلومه وواحده مجهوله، يبقى كله معلوم ما عدا مين؟ التركيز. اقدر اعمل طرفين في وسطين واحسب التركيز بكم. طيب تعالى نحسب عدد مولات الـ NaCl، يبقى المساله مثلا ما بين اول ماده ده وثالث ماده ده، هلاقي الام اس معلوم والام دبليو تي معلوم وهنا واحد معلوم وهنا اتنين معلوم، ما عادش الا الان اللي هي عدد الايه؟ المولات. اعمل طرفين في وسطين واحسب الايه؟ الان اللي هي عدد مولات الـ NaCl. طيب اشتغل الماده الاولى مع الماده الرابعه اللي هي دي، الام اس معلوم والام دبليو تي معلوم، الان يو مجهول، والان ايه ما انت عارفه اللي هو عدد افوجادرو اللي هو 6.2 من 100 في 10 اس 23، يبقى ده كمان معلوم. يبقى الوحيد اللي مجهول هو مين؟ ان يو. اعمل طرفين في وسطين خلصت المساله. يلا ادخل على اخر حاجه، الفي ال اللي هو حجم الغاز باللتر مجهول، بس انا معايا 22.4 اللي هي نو في واحد اللي هو الوزن، تمام. والام اس معلوم والام دبليو تي معلوم، خلاص خلصت. يبقى انا كده حليت الايه؟ المساله. المساله ما بتجيلكش كل ده اصلا، ده بيجيلك حاجه معلومه وحاجه ايه؟ مجهوله. انا بس عايز اوصل لك فكره واحده، ان انت لو فاهم يعني ايه ار اللي هي عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة، ساعتها تقدر تبدل الـ N بتاعت البسط لأن المقام معلوم اللي هو وزن المعادلة، تبدلها بأي قانون من الأربعة اللي أنا قلت لك عليهم، وتقدر تحل أي مسألة في سطر واحد. دي طريقة اسمها طريقة النسب المولية،
او طريقة الريشيو اللي هي الار. تعال بقى نشوف طريقة تانية برضو سهلة جدا هتخلص لك المسألة في نفس الطريقة دي في سطر او اتنين، تمام؟ اللي هي طريقة المقصات. تمام، نفس المسألة هوت، بيقول لي اذا علمت ان كربونات الصوديوم 53 جرام او 53 جرام، اكتبها تحت كربونات الصوديوم. طالب مني ايه بقى؟ طالب مني تركيز ده اللي هو HCl، وجايب لي حجمه اللي هو نص لتر. مش انا عارف ان التركيز في الحجم يساوي عدد المولات؟ طيب ما هو التركيز انا معرفوش في الحجم باللتر اللي هو نص لتر، او التركيز في الحجم ده هو عبارة عن ايه؟ عدد المولات. يبقى انا كده كأني بحسب المول. كل اللي هتعمله في الامتحان هتقول جرام فوقها جرام، مول فوقها مول، اللي هي نفس الوحدة. يلا، دي كم مول في المعادلة؟ 2، قوم كاتب هنا 2. دي كم مول؟ 1 مول. طب انا عايز احسب الكتلة بالجرام. طب ما انت عارف من القوانين اللي انا لسه موريها لك حالا ان الكتلة بالجرام تساوي عدد المولات في الكتلة المولية. عدد المولات 1، والكتلة المولية جايبة لك في المسألة 106. يبقى المعلومتين اللي فوق دايما بجيبهم من المعادلة، اما اللي تحت بتبقى واحدة معلومة وواحدة مجهولة وبيجيبها لك في المسألة، تمام؟ يبقى تعمل طرفين في وسطين وتطلع قيمة مين؟ الام. طيب مش فاهمين، تعال نحلها تاني، نشوف مسألة تانية. يجيب لي إذا علمت أن كربونات الصوديوم 53 جرام، احسب عدد مولات الـ NaCl. تقوم أنت جاي تحت الـ NaCl أقول له أنا معرفش هي كم مول، هو اللي طالب عدد مولات. خلاص ماشي، أكتب له معرفش كم مول. مول فوقها إيه؟ مول. دي كم مول في المعادلة؟ 2، حط هنا 2. خلاص يبقى 2 في 53 على 106، يطلع لك عدد المولات بتاعت الـ NaCl. وخلصت المسألة. طيب مسألة تانية، يجي يقول لي في الامتحان إذا علمت أن كربونات الصوديوم 53 جرام، عايز عدد جزيئات المية. أقول له كربونات الصوديوم 53 جرام أكتبها، وأقول له أنا معرفش المية كام جزيء. يلا، جرام فوقها جرام، جزيء فوقها جزيء. أنا بحسب إزاي عدد الجزيئات؟ عدد الجزيئات هو عدد المولات في عدد أفوجادرو. دي كم مول؟ 1، يبقى 1 في عدد افوجادرو اللي هو 6.2 في 10 اس 3 وايه و20، واعمل طرفين في وسطين، 1 في 6.2 في 10 اس 23 في 53 على ايه 1 في 106، وتطلع عدد الجزيئات. طيب مساله كمان، يقول لي اذا علمت ان كربونات الصوديوم 53 جرام، احسب لي حجم غاز ثاني اكسيد الكربون باللتر. اقول له انا ما اعرفش ثاني اكسيد الكربون كام لتر، اكتبها تحته لتر فوقها لتر. طب انا عايز احسب الحجم باللتر. انا عارف ان الحجم باللتر هو عدد المولات في 22.4 لان ده غاز في الظروف القياسية. يبقى هنا 1 مول في 22.4 من ايه؟ من 10. وقوم ضرب دي 22.4 من 10 في 53 على 106، اطلع حجم غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى الارقام اللي فوق دي كلها انا جبتها من المعادلة عن طريق الاربع قوانين اللي انا قلت لك عليهم. انا عايز احسب هنا اهو كتله، يبقى عدد المولات في الكتله الموليه. طب هنا بحسب مول، اكتب الرقم على طول 2. مول، اكتب الرقم على طول 2. عايز احسب عدد جزيئات، يبقى عدد المولات في عدد افوجادرو. عايز احسب حجم باللتر الغاز، يبقى عدد المولات في 22.4، وتعمل طرفين في وسطين اللي هي طريقه المقص. يبقى خلصت الايه المساله. دول في رأيي أسهل طريقتين تحل بيهم مسائل الحساب الكيميائي. دلوقتي أنا هعرض لك أكتر من 49 أو 50 مسألة بحلهم. كل الحكاية إن أنا هقرأ معاك المسألة وأقول لك أنا حلتها إزاي بنفس الطريقة اللي أنا شرحتها لك من شوية. يلا، واحدة واحدة كده، وسم الله، وشوية يعني بالكتير نص ساعة تلاقيك فهمت كل المسائل دي بالكامل بإذن الله. يعني ما عدد مولات بخار الماء الناتج من احتراق 4.4 جرام من البروبان اللي كتلته الجزيئية 44 جرام لكل مول؟ طيب انا ما ينفعش اشتغل علاقة بين مادتين اللي هي المية اللي هو عايزها مع البروبان الا لما بكتب المعادلة. طب البروبان ده قال انا هحرقه، البروبان رمزه C3H8، اكتبه هيتحرق بالاكسجين. درست في اولى ثانوي ان اي مركب هيدروكربوني لما يتحرق بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. الكربون لما بيتحرق بيطلع ثاني اكسيد كربون، والهيدروجين لما بيتحرق بيدي ايه؟ ميه. يلا اوزن المعادله، عندي كام سي هنا؟ 3، وهنا واحده، اضرب في 3. الهيدروجين 8، وهنا 2، قمت ضارب في 4.
طب الاكسجين 3 في 2 ب 6، 6 و4 10، الاقي في الجنب هنا 2، يبقى اضربها في كام؟ في 5. كتبت معادله كيميائيه موزونه، خلاص الموضوع بقى سهل جدا. احسب عدد مولات بخار الماء. فين بخار الماء؟ اهو. اجي تحت واقول له انا ما اعرفش هو كام مول، مش هو عايز عدد المولات؟ قول له ما اعرفش انا عايز كام مول، ما اعرفش هو كام مول. الناتج من احتراق 4.4 من 10 جرام من البروبان. تعال تحت البروبان واكتب 4.4 من 10 جرام. بعدين نعمل ايه؟ جرام فوقها جرام، مول فوقها مول. الرقمين اللي فوق هجيبهم من المعادله. دي ايه؟ مول. ده كام مول؟ 4، اقوم كاتبها 4. ده الكتله بالجرام. الكتله بالجرام هي عدد المولات في الكتله الموليه. عدد المولات كام؟ 1. اقوم واحد في الكتله الموليه اللي هي كام؟ 44 اللي هي في المساله اصلا. واعمل طرفين في وسطين تطلع عدد مولات مين؟ الميه. انا كده حليت بطريقه المقصات. ممكن طالب تاني يقول لي الار بتاع الده تساوي الار بتاع الده. ار يعني ايه؟ عدد المولات في المساله على عدد المولات في المعادله اللي هي 1، والميه عدد المولات في المساله على عدد المولات في المعادله اللي هي 4. وعدد المولات ده هو يغيره الى كتله على كتله موليه. اشمعنى؟ لانه جاب لي كتله بالايه؟ بالجرام. ونسب عدد المولات زي ما هو لانه طالب عدد ايه؟ مولات، ويحلها بطريقه الار. طرفين في وسطين هنا يخلص. السؤال رقم 2، عايز كتله الاكسجين اللازمه لاكسده 6 جرام من المغنيسيوم اكسده تامه، يعني المغنيسيوم هيتاكسد بالاكسجين. اكتب المعادله. ام جي مع او2 يدلنا ام جي او، لان الاكسجين ثنائي والمغنيسيوم ثنائي راحوا مع بعض. اوزن المعادله، الاقي عندي هنا 2 اكسجين وهنا 1 اضرب في 2، الاقي المغنيسيوم بقى 2 اضرب هنا في 2. كتبت معادله كيميائيه موزونه. اقرا المساله تاني. احسب كتله الاكسجين. كتله بتتقاس بالجرام. اجي تحت الاكسجين واقول له انا ما اعرفش هو كام جرام. الناتج من اكسده او اللازم للاكسده 6 جرام من المغنيسيوم. اجي تحت المغنيسيوم واكتب 6 جرام. جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. انا عايز هنا كتله بالجرام. الكتله بالجرام هي عدد المولات في الكتله الموليه. كم مول هنا؟ 2 في الكتله الموليه للمغنيسيوم هي 24. تمام. هنا عايز كتله بالجرام، عدد المولات في الكتله الموليه. عدد المولات هنا كام؟ 1 في الكتلة المولية للأكسجين اللي هي 2 في 16 اللي هي 32، ما هو الأكسجين الواحدة ب 16، دول O2، يعني الجزيء هنا 32 جرام، يبقى 1 في 32. طرفين في وسطين، خلصت المسألة. تمام. السؤال رقم 3، عايز عدد الذرات الموجودة في نصف مول، يعني جايب لي عدد المولات أو نص مول من حمض الأسيتيك. تخلي بالك بقى من السؤال ده، ده سؤال مهم جدا لأولى ولتالتة ثانوي. هل حمض الاسيتيك ده ذره ولا جزيء؟ ده جزيء، يعني المفروض كان يطلب عدد الجزيئات. ده هو هنا طالب عدد الذرات، يبقى هات عدد الجزيئات عادي واضربه في عدد الذرات. هو حمض الاسيتيك كام ذره؟ ده واحده كربون وثلاثه هيدروجين، يبقى اربعه. اربعه وواحد خمسه، خمسه وواحد سته، سته وواحد سبعه، سبعه وواحد ثمانيه. ثمان ذرات قدامكم. يبقى لو كان طالب عدد الجزيئات كنت هقول له عدد المولات في عدد افوجادرو، يبقى عدد المولات في عدد افوجادرو في عدد الذرات. يبقى عدد الذرات يساوي عدد مولات الذرات في عدد افوجادرو. تمام. عدد المولات اللي هو جايبه لي نص، ما اضربهوش في عدد افوجادرو على طول، ده انا اضربه في كام؟ في 8، لان عندي 8 ذرات. يبقى نص في 8 في عدد افوجادرو، نص في 8 اللي هي 4، يبقى 4 عدد افوجادرو، يبقى أربعة أمثال عدد إيه؟ أفوجادرو. أما لو كان طالب عدد الجزيئات كنت هقول له عدد الجزيئات اللي هو NU يساوي N في NA، وخلاص على كده. N اللي هي نص مول، يبقى نص عدد أفوجادرو. تمام؟ لكن هو مش طالب عدد الجزيئات، وطالب عدد الذرات. طيب تعالى أقول لك سؤال أعلى، يقول لي أنا عايز عدد ذرات الهيدروجين، يحدد لي الذرة اللي هو عايزها. يبقى تقول له N في NA في 4، لأن عندي 4 هيدروجين. يقول لي عايز عدد ذرات الكربون، تقول له N في NA في 2، لأن عندي 2 كربون. يقول لي عدد ذرات الأكسجين، يبقى N في NA في 2، لأن عندي 2 أكسجين. يقول لي عدد الذرات ويسكت زي ده، يبقى تشوف كلهم كام ذرة اللي هم 8، يبقى N في NA في 8. السؤال رقم 4، في التفاعل التالي وجايب لي التفاعل هو موزون، طالب مني عدد الجزيئات بتاعت الـ CO2 اللي هو ده.
عايز ده كام جزيء؟ التي تتفاعل مع 100 جزيء من الهيدروجين، يعني جايب لي معلومة عن الهيدروجين. طيب أنا كتبت المعادلة تحت أهو، نقرأ المسألة تاني. عايز عدد جزيئات ثاني أكسيد الكربون، أجي تحت ثاني أكسيد الكربون أقول له أنا معرفش هي كام جزيء. التي تتفاعل مع 100 جزيء من الهيدروجين، أجي تحت الهيدروجين وأكتب 100 جزيء، تمام؟ جزيء فوقها جزيء، جزيء فوقها جزيء. طيب الرقمين اللي فوق بجيبهم منين؟ إيه؟ من المعادلة. عدد الجزيئات هو عدد المولات في عدد أفوجادرو، هنا كم مول؟ واحد، يبقى واحد في عدد أفوجادرو. عدد الجزيئات يساوي عدد المولات اللي هو واحد في عدد أفوجادرو، يبقى واحد في 6.2 في 10^23. طرفين في وسطين، طلعت الإجابة، يبقى ده في ده على ده، وأشوف هتطلع معايا كام. السؤال رقم 5، طالب مني عدد الذرات في 1 جرام من الحديد، كم ذرة؟ طيب عدد الذرات رمزه ايه؟ انا قلت عدد الجزيئات او الذرات او الايونات او الصيغ يساوي NU، والNU يساوي N في NA اللي هي عدد المولات في عدد افوجادرو. عدد افوجادرو ده سهل، اللي هو 6.2 في 10^23. المشكلة في N، ادور في المسألة ما الاقيش عدد مولات، الاقي ايه؟ كتلة بالجرام. طب والحل؟ شايف عدد المولات ده؟ عدل القانون، شيلها وحط حاجة يكون فيها كتلة بالجرام. مين اللي عندي يساوي كتلة بالجرام؟ طب ما أنا عارف إن الـ N يساوي MS على MWT، يبقى شيل الـ N ده، يعني عدل القانون اللي قدامك ده، وشيل الـ N بتاعته وحط MS على MWT، ليه عدلته؟ لأن أنا ما عنديش عدد مولات، أنا عندي كتلة بالجرام. طب لما أنا عدلته وشلت الـ N بقت MS على MWT، أضربها في الـ NA، الكتلة موجودة ولا لأ؟ أه، 1 جرام. طب الكتلة المولية للحديد موجودة 56، طب الـ NA موجود اللي هو 6.2 في 10^23، يبقى الإجابة 6.2 في 10^23 على 56، يعني الإجابة دال، تمام؟ يبقى أنا عدلت القانون بما يوافق معطيات الإيه؟ المسألة. السؤال رقم 6، عايز عدد أيونات البوتاسيوم الموجودة في 100 جرام من ملح كبريتات البوتاسيوم، كم أيون؟ طيب يبقى العلاقة دلوقتي ما بين أيونات البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم، أو معامل علاقة ما بينهم. كبريتات البوتاسيوم اللي هي K2SO4، أقول له فيها كم أيون بوتاسيوم اللي أنت عايزهم؟ فيها 2 كي موجب. طيب أحل بقى المسألة، يلا نقرأ المسألة تاني. عايز عدد أيونات البوتاسيوم، أجي تحت أيون البوتاسيوم وأقول له أنا معرفش هو كم أيون. الموجودة في 100 جرام من ملح كبريتات البوتاسيوم، اجي تحت كبريتات البوتاسيوم واقول له ده 100 جرام. اعمل ايه بعد كده؟ جرام فوقها جرام، ايون فوقها ايون. ازاي احسب الكتله بالجرام؟ هي عدد المولات في الكتله الموليه، يبقى واحد في الكتله الموليه للكي 2 اس او 4، احسبها من الارقام دي، يعني 2 في 39، 1 في 32، 4 في 16، طلعت 174. طيب عايز احسب انه عدد الايونات، اقول له عدد الايونات يساوي عدد المولات في عدد افوجادرو. عدد المولات كام؟ 2، يبقى 2 في عدد افوجادرو اللي هي 6.2 في 10^23. واتفقت معاكم ان الرقمين اللي فوق اساسهم بجيبه منين؟ من المعادله. يبقى طرفين في وسطين، خلصت المساله، طلعت 6.9 من 10 في 10^23 ايه؟ ايون. يبقى الاجابه د. واحده واحده هتلاقيك اتعودت على الايه؟ على المسائل دي بالكامل ان شاء الله يعني. السؤال رقم 7، ما عدد مولات النشادر الناتجه من 13.44 من 100 لتر من غاز الهيدروجين؟ جاب لي نيتروجين مع هيدروجين، ادى نشادر. كتبت المعادله الموزونه، نقرا المساله تاني. ما عدد مولات النشادر، النشادر رمزها NH3، اجي تحتها واقول له والله انا ما اعرفش هي كم مول، مش انت عايز عدد المولات؟ ما اعرفش كم مول. الناتجه من تفاعل 13.44 من 100 لتر من غاز الهيدروجين، اجي تحت الهيدروجين واقول له 13.44 من 100 لتر. يلا نعمل ايه؟ اتعودنا بقى على الكلام ده، لتر فوقها لتر، مول فوقها مول، والرقمين اللي فوق بيجوا من المعادله. المول هنا كم مول؟ 2، اكتبها زي ما هي. طب انا عايز هنا حجم بالايه؟ باللتر. الحجم باللتر يساوي عدد المولات في 22.4 من 10، يبقى عدد المولات 3 في 22.4 من 10، وطرفين في وسطين، خلصنا المساله، طلعت 4 من 10 مول، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. يبقى كلهم بيعتمدوا على الاربع قوانين اللي انا قلت لك عليهم بتوع مين؟ عدد المولات. السؤال رقم 8، جايب لي معادله موزونه وطالب مني حجم غاز الاكسجين اللي هو ده،
الناتج من تفاعل 2 مول من سوبر اكسيد البوتاسيوم اللي هو ده، يبقى العلاقه بين ده وده. ممكن تاخدهم الاثنين كده بوزنهم وتعمل علاقه بينهم، او تكتب المعادله عادي جدا. نقرا المساله. ما حجم غاز الاكسجين؟ والله الحجم بيتقاس باللتر. اجي تحت الاكسجين واقول له انا ما اعرفش هو كام لتر. الناتج من تفاعل 2 مول من سوبر اكسيد البوتاسيوم، اجي تحت سوبر اكسيد البوتاسيوم واكتب 2 مول. يلا، مول فوقها مول، لتر فوقها لتر. اجيب الرقمين اللي فوق منين؟ من المعادله. هنا هو كام مول؟ 4، قمت كاتب 4. هنا عايز الحجم باللتر، الحجم باللتر هو عدد المولات في 22.4، تمام؟ يبقى 3 في 22.4. طرفين في وسطين، خلصت المساله، طلعت 33.6، يبقى الاجابه ايه؟ باء. يبقى بشتغل بطريقه المقصات لما يكون عندي ماده معلومه وماده مجهوله جوه معادله ايه؟ موزونه. المساله رقم 9، عايز كتلة 33.6 لتر، ده حجم، الحجم باللتر، من غاز الميثان في الاس تي بي اللي هي الظروف القياسية. أقول له طيب أنت عايز إيه؟ كتلة، دي مادة واحدة مش علاقة بين مادتين. عايز كتلة، يبقى ام اس. هو يعني كتلة يعني إيه؟ ما خدناش إلا يعني ام اس. طب القانون الوحيد للام اس هو إيه؟ والله الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية اللي هي ان في ام دبليو تي. الكتلة المولية للميثان سهل أحسبها، 1 في 12 زائد 4 في 1 يبقى 16، سهلة دي. المشكلة عندي في مين؟ في الـ N اللي هو عدد المولات. هل عندي في المسألة عدد مولات؟ لا، ده أنا عندي حجم باللتر. طب والحل؟ أقوم شايل عدد المولات ده وأحط مكانها قانون ينفع يكون فيه حجم باللتر. قمت شايلها وحاطط في إلا على 22.4. يا مستر ده أنت قلت إن القانون ده ما ينفعش أستخدمه إلا في غاز في الظروف القياسية. طب ما الميثان غاز وفي الظروف الايه؟ القياسية. يبقى شلت ال N ده وحطيت مكانها في إلا على 22.4 في MWT، دي ثابتة أصلا. تمام. ال VL اللي هو الحجم باللتر كام؟ 33.6 على 22.4 اللي هو الحجم المولي للغاز في الكتلة المولية اللي لسه حاسبينها للميثان 16، تحسبها تطلع 24 ايه؟ جرام. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. كمان مسألة. السؤال رقم 10، في التفاعل التالي، وجايب لي دلوقتي تفاعل موزون، طالب مني حجم غاز ثاني اكسيد الكربون. الناتج من تفاعل 13 جرام من الاسيتيلين اللي هو ده C2H2. تمام. اقوم كاتب المعادله الموزونه واقرا المساله تاني. عايز حجم غاز ثاني اكسيد الكربون، اجي تحت ثاني اكسيد الكربون واقول له انا ما اعرفش هو كام لتر، ما هو الحجم بتقاس باللتر، وبعدين الاجابات عندك كلها باللتر ايه اصلا. الناتج من تفاعل 13 جرام من الاسيتيلين، اجي تحت الاسيتيلين واقول له ده كتلته 13 جرام. اعمل ايه؟ جرام فوقها جرام، لتر فوقها لتر. طب الارقام دي اجيبها منين؟ من المعادله. انا عايز كتله بالجرام، الكتله بالجرام هو عدد المولات في الكتله الموليه، عدد المولات هنا 2 في الكتله الموليه ده احسبها، 2 في 12 زائد 2 في 1، انا عندي الارقام موجوده اهي، طلعت 26، يبقى 2 في 26. انا عايز نوع حجم باللتر. طب ما انا عارف ان الحجم باللتر هو عدد المولات في 22.4، عدد المولات اللي هو 4 في 22.4. طرفين في وسطين، خلصت المساله، تطلع معايا 22.4 لتر اللي هي الاجابه ايه؟ الف. السؤال رقم 11، 89.6 لتر، ده حجم باللتر، لغاز ثاني اكسيد الكربون في الاس تي بي اللي هي الظروف القياسيه، تحتوي على كم جزيء؟ يبقى هو عايز عدد الجزيئات. دي مادة واحدة مش مادتين بقى ومعادلة وعلاقة بينهم وكده، لا دي مادة واحدة، عايز عدد الجزيئات. عدد الجزيئات يساوي عدد المولات في عدد افوجادرو. عدد افوجادرو ده سهل، 6.2 في 10^23، ان يعني عدد المولات. ادور في المسألة مفيش عدد مولات، امال ايه اللي موجود؟ حجم باللتر. طب ما انا ممكن اشيل ان ده واحط مكانه القانون يكون فيه حجم باللتر. اشيل الان واحط مكانها في الا على 22.4 لتر، لان ده غاز في الظروف القياسيه، في ان اي، ما انا عدلت الان ولسه الان اي دي هسيبها زي ما هي، لان ده اللي حطيت مكانها في ال على 22.4، الفي ال اللي هو 89.6 على 22.4 اللي هو الحجم المولي للغاز في 6.2 في 10^23 اللي هو عدد افوجادرو، واحسبها تطلع معاك 24.8 في 10^23 جزيء، يبقى الاجابه ايه؟ جيم. يبقى هتلاحظ ان اي مساله ايا كانت ما بتاخدش اكتر من سطر سطرين، الا بقى لو مسائل معقده يعني،
تمام؟ وهنحاول برضو نختصرها في عدد أسطر قليلة وبطريقة سهلة. السؤال رقم 12، عايز عدد لترات الهواء الجوي اللازمة لحرق مول من الكبريت النقي لإنتاج 6.2 × 10^23 جزيء من غاز ثالث أكسيد الكبريت، بفرض أن الأكسجين يشغل 20% من الهواء الجوي. خلي بالك، هو مش عايز عدد لترات الإيه الأكسجين، ده عايز عدد لترات الهواء، الهواء الجوي أصلا. أنت ما تعرفش تحسب عدد لترات الهواء لما تحسب عدد لترات مين؟ الأكسجين. وبعدين أقول لك إزاي هنحسب عدد لترات الهواء. طب نهدى كده، هو بيقول لي إن هو حرق كبريت في الهواء، فيتحرق بالأكسجين اللي جوه الهواء، ويطلع لي هو اللي قال ثالث أكسيد الكبريت، يبقى أكتب S مع O2 يدلنا SO3، هو اللي عايز كده. طب تعالى نشوف أوزنها بقى، هنا هو 3 أكسجين وهنا 2، أضرب 3 في 2 وال 2 في 3، ألاقي عندي 2 S ومحطط إن هو 2، معايا معادلة موزونة. طيب هو قال لي إيه بقى؟ أنا دلوقتي لو قدرت أعرف عدد لترات الأكسجين هقدر أعرف لترات الهواء، لأن أنا عارف إن الهواء 20% منه أكسجين، فهعمل علاقة ما بين الأكسجين والهواء. طيب أطلع الأول حجم الأكسجين، أجي تحت الأكسجين وأقول له أنا ما أعرفش هو كام لتر، و SO3 اللي هو الغاز اللي طلع هو اللي قال لي إن عدد جزيئاته 6.2 × 10^23 جزيء، كتبتها تحته. يلا أعمل إيه؟ جزيء فوقها جزيء، لتر فوقها لتر، الرقمين اللي فوق بيجوا منين؟ من المعادلة. عدد الجزيئات تساوي إيه؟ عدد المولات في عدد أفوجادرو، يبقى 2 في عدد أفوجادرو. طب الأكسجين أنا عايز حجمه، عدد المولات في 22.4، يبقى 3 في 22.4. ترى فين في وسطين طلعت 33.6، أوعى تختار الإجابة باء، ده حجم الأكسجين اللي أنت محتاجه. هو مش عايز حجم الأكسجين، ده عايز عدد لترات اللي هو الحجم بتاع الهواء. طيب أقول له طيب مش أنت قايل لي في المسألة إن 20% من الهواء أكسجين، يعني كل 100 لتر هواء فيهم 20 لتر أكسجين، ده القاعدة اللي موجودة. أنا عندي بقى الأكسجين اللي طلع معايا كام؟ 33.6، يبقوا جايين من قد إيه لتر هواء؟ طرفين في وسطين أطلع الإجابة. تاني أنا عندي قاعدة بتقول إن الهواء 20% منه أكسجين، يبقى كل 100 لتر هواء فيهم 20 لتر أكسجين، أكسجين فوقها أكسجين وهواء فوقها هواء أهو. طيب أنا ما عنديش 20 لتر أكسجين، اللي عندي في المسألة 33.6 لتر أكسجين، يبقوا جايين من كام لتر هواء؟ يبقى 33.6 في 100 على 20 يطلع لي 168 لتر، يبقى الإجابة جيم مش باء، تمام؟ ولازم تكون مركز معايا إن الهدف الأساسي من الفيديو إن أنا أفتح لك دماغك بس في القوانين بتاعت أولى ثانوي اللي أنا هستخدمها من الفيديو اللي جاي في ثالثة ثانوي. يعني المسائل بتاعت الثالثة اللي هي بتاعت الباب الثاني، كل المسائل اللي بتيجي في الامتحان جميلة جدا وسهلة مش صعبة، تمام؟ كل الحكاية بس إن أنت لازم تكون عارف إيه الأساس، إزاي المسائل بتتحل، تمام؟ فإن شاء الله في نهاية الفيديو تكون متمكن في كل الحاجات دي. يلا ناخد فكرة جديدة. أنا قلت في أول الفيديو قانون عن كثافة الغاز في الظروف القياسية، وقلت إن الكثافة بتاعت أي غاز في الظروف القياسية هي الكتلة على الحجم، بس الكتلة المولية على الحجم المولي. الكتلة المولية لغاز الأكسجين، والله غاز الأكسجين رمزه O2 مش O، تمام؟ يبقى الكتلة المولية بتاعته 2 في 16 اللي هي 32 على الحجم المولي للغاز اللي هو 22.4 لتر، يبقى 32 على 22.4 لتر يطلع 1.43 ايه جرام لكل لتر، دي الكثافة. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. وعشان أطمنك، كتاب المدرسة الباب الثاني أول صفحة فيه كاتب لك كل القوانين دي، يعني كاتب لك ان كثافة الغاز تساوي الكتلة المولية على 22.4 لتر في STB اللي هي الظروف القياسية. فأقصد أقول لك إن شاء الله هتحفظ كل القوانين دي، بس لو لا قدر الله نسيتها هتلاقيها موجودة في الكتاب. أنت بقى المفروض تطبق القوانين دي في المسائل في الامتحان. السؤال رقم 14، الغاز X كثافته، جايب لي هنا بقى الكثافة جاهزة، 1.25 جرام على اللتر. قد يكون كل مما يأتي ما عدا، ممكن الغاز ده يكون كل دول ما عدا مين؟ يبقى اضطر ان انا احسب الكثافة بتاعت كل واحد فيهم. يلا احسب الكثافة بتاعت CO، الكتلة المولية على الحجم المولي. اقول له الكتلة المولية 12 + 16 اللي هجيبها من الارقام دي، 12 و16 = 28، دي الكتلة المولية على الحجم المولي 22.4 طلعت 1.25،
يبقى ده صح، وبقول لكله صح ما عدا. طيب C2H4 اقول له الكتله الموليه 2 في 12 زائد 4 في 1 طلعت 28 على 22 و4 من 10 1 25، يبقى دي صح. ال N2 الكتله الموليه 2 في 14 اللي هي 28 على 22 و4 من 10 يبقى 1 25، يبقى دي كمان صح. يبقى كده الاجابه ايه؟ د. كثافه ال SO2 الكتله الموليه 1 في 32 زائد 2 في 16 يبقى 64، اقسمها على 22 و4 من 10 تطلع 2 و86 من 100، ما هياش 1.25 من 100، يبقى اختارها. المسألة رقم 15 عشان تعرف تحلها لازم تكون فاهم حاجة اسمها المادة المحددة والمادة الزائدة. طيب دي برضو كانت موجودة في أولى ثانوي وهنحتاجها في ثالثة ثانوي. تعال أما أعلمك إزاي نحسب العامل المحدد والمادة الزائدة. يجيب لي مثلا في الامتحان يقول لي 2H2 مع O2 يدلنا 2H2O. الكيمياء لما بنيجي نعمل تفاعلات كيميائيه مفيش حاجه اسمها بجيب شويه من ده مع شويه من ده، لا، هي المفروض ان يبقى في حاجه اسمها خليط متوازن. خليط متوازن يعني ايه؟ يعني مثلا التفاعل البسيط اللي قدامك ده، انا عندي هنا 2 مول هيدروجين مع 1 مول اكسجين يطلعوا لي 2 مول ميه. فالمفروض بقى ان انا لو عايز كميات كبيره ببدا اضاعف النسب دي، يعني 2 الى 1، لو انا قلت ده 4 يبقى ده 2، فاهمين؟ لو انا قلت ده مثلا 3 يبقى ده 1.5، ده 6 مول يبقى ده 3، تمام؟ اللي هي معروفه بنسبه ثابته اللي هي المعادله الكيميائيه، ده وزن المعادله، ده اللي بيحدد لي الكميات اللي احنا هنحطها. ساعات بقى بيبقى في كميه زائده وفي حاجه اسمها ماده محدده. الماده المحدده هي اللي بتستهلك تماما وهي دي اللي بتحدد لي كميه الانتاج اللي هيطلع. اما الماده الزائده في جزء منها بيتفاعل وجزء مش بيتفاعل. احنا عشان نعرف العامل المحدد والمادة الزائدة وكمية الانتاج والكلام ده عندي طريقتين. اول طريقة اللي هي الطريقة اللي انا بحب اشتغل بيها اللي هي الار، وفي طريقة تانية برضو سهلة وجميلة جدا هقول لك عليه. تمام، طريقة الار يعني ايه؟ يجيب لي مسألة في الامتحان مثلا ويقول لي لو انا حطيت 2 مول هيدروجين مع 3 مول اكسجين يقول لي كمية المية اللي هتطلع كم مول؟ خلي بالك المسائل اللي احنا حليناها كلها كان بيديني معلوم واحد مع مجهول، فكنت بقارن المعلوم بالمجهول وخلصنا على كده، لان اكيد المعلوم ده مادة محددة. انت عارف معنى ان يجيب لك 2 يعني ايه؟ مع 2 معلوم معناه ان في واحد فيهم صح وواحد غلط بنسبة كبيرة، يعني واحد فيهم مادة محددة وواحد مادة زائدة. انت لازم تقارن بالمادة المحددة مش المادة الزائدة، اصل المادة الزائدة دي مش اللي هتحدد لي كمية الانتاج، هي اصلا ما اتفعلتش بالكامل عشان تقدر تحسبها كحسابات كيميائية صحيحة يعني، لكن المادة اللي اتفعلت بالكامل هي اللي بتحدد لي كمية الانتاج. بمعنى احنا هنعمل ايه بقى؟ فاكرين الار؟ احسب الار لكل واحد من المتفاعلات، يعني طلع الار بتاعت ال H2 وطلع الار بتاعت ال O2. مش انا قلت لك ار يعني ايه؟ ار يعني عدد المولات في المسألة اللي هو N بتاع ال H2 على عدد المولات في المعادلة، يساوي الار هنا يساوي ايه؟ عدد المولات في المسألة على عدد المولات فين؟ في المعادلة اللي هو 1، يساوي عدد مولات الهيدروجين في المسألة كام؟ 2 مول، وفي المعادلة 2 مول، يساوي كام؟ 1. طب الاكسجين في المسألة كام مول؟ 3، وفي المعادلة كام؟ 1. 3 على 1 كام؟ 3. من الرقم الأقل؟ الواحد. الرقم الأقل بتبقى دي اسمها مادة محددة أو عامل محدد للتفاعل، هو ده اللي بيستهلك تماما وهو ده اللي بيحدد لي كمية الإنتاج. ولو عايز أحل المسألة أقارن بيه، يعني لو أنا قلت لك ده كم مول أو كم جرام أو كم لتر أو أيا كان أنا عايز إيه أو كم جزيء، لما تيجي تقارنها بالهيدروجين، أوعى تقارنها بالأكسجين، لأن الأكسجين ده مادة إيه؟ زائدة. يبقى الرقم الصغير اللي هيطلع معاك هو مادة محددة، والرقم الكبير اللي هيطلع معاك ده مادة إيه؟ زائدة. المادة الزائدة يعني تفاعل منها شوية وتبقى شوية. لو طلب منك عدد المولات الزائدة ليها قانون، هو الآر بتاعت الكبير، الكبيرة كام؟ 3، يبقى 3 ناقص الآر الصغيرة يبقى كام؟ 1، يبقى 3 ناقص 1، واضربها في عدد مولات المادة الزائدة. من المادة الزائدة؟ الأكسجين في المعادلة وزنها كام؟ 1، يبقى 3 ناقص 1 في 1، 3 ناقص 1 كام؟ 2، 2 في 1 كام؟ 2، يبقى الزيادة 2 مول.
يبقى المفروض الاكسجين اللي اتفاعل منه 1 مول، ما هو احنا حاطين 3 مول وقلت لك ان الزياده 2 مول، يبقى المفروض اللي اتفاعل كام؟ 1. ودي حقيقه فعلا، هي المفروض 2 يتفاعلوا مع كام؟ مع 1 بالعقل كده يعني، يبقى اكيد في 2 زياده. بس انا جايب لك مساله بسيطه شويه ممكن تحل بمجرد النظر اصلا. تاني، اعيد تاني، احنا عشان نعرف مين الماده المحدده ومين الماده الزائده بجيب الار بتاعت كل واحد. ار يعني عدد المولات في المساله على عدد المولات في المعادله. يا مستر ده انت مسهله وجايب لي عدد مولاتها، اه ممكن اجيب لك كتله بالجرام، ساعتها تشيل الان ده وتحط مكانها ام اس على ام دبليو تي، او اجيب لك عدد جزيئات تقول لي عدد الجزيئات على عدد افوجادرو، او اجيب لك تركيز وحجم باللتر تقول لي ام في ال، او اجيب لك حجم الغاز باللتر في الظروف القياسيه تقول لي في ال على 22.4. المهم هتغير الان اللي في البسط بمعطيات المساله. الرقم اللي هيطلع اقل يبقى ماده محدده، والرقم اللي هيطلع اكبر يبقى ماده ايه؟ زائده. عايز تطلع الماده الزياده عدد المولات الزياده منها قد ايه؟ احنا حطينا 3 دهم، في جزء منهم اتفعلوا وجزء لا، اقول له عدد المولات الزائده الار بتاعت الكبير ناقص الار بتاعت الصغير في عدد معاملات الماده الزائده في المعادله الموزونه، هيطلع لك عدد المولات الايه؟ الزائده. طيب انا عايز دلوقتي احسب مين؟ الميه. هو طالب مني كميه الانتاج، اقول له مول فوقها مول مول فوقها مول، الغي دي بقى ما تقارنش بدي خالص. يلا دي كام مول؟ 2. ودي كام مول في المعادله؟ 2. يبقى 2 في 2 على 2 يطلع 2 ايه؟ مول. يبقى دي كميه الايه؟ الانتاج. الطريقه الثانيه لحل المساله بتعمل ايه؟ بتقارن الماده ديت بالانتاج وتقارن الماده دي بالانتاج، كانها مسالتين، واللي يطلع لك انتاج قليل هو ده الماده المحدده. يعني ايه؟ يعني قارن الاثنين اتش 2، اعمل مساله بينها وبين الانتاج اللي هو 2 اتش 2 او، واعمل مساله ثانيه ما بين الاو 2 والاثنين اتش 2 او. انا قايل لك في المساله ان ده كام مول؟ 2 مول. روح شوف الانتاج اللي هيطلع قد ايه بالجرام او بالمول او باللتر ايا كان، تمام؟ وده انا قايل لك ان هو كام مول؟ 3 مول. شوف الانتاج اللي هيطلع هنا كام مول؟ يلا مول فوقها مول مول فوقها مول، دي كام مول في المساله في المعادله سوري؟ 2. ودي كام؟ 1. طيب مول فوقها مول ومول فوقها مول، دي كام مول؟ 2. ودي 2 في المعادله. 2 في 2 على 2 يطلع كام؟ يطلع 2 مول. احسب كميه الميه اللي هتطلع هنا، 3 في 2 ب 6، 6 على 1 6، يبقى 6 مول. مين اللي طلع لي كمية أقل؟ الهيدروجين. يبقى اللي هيطلع لي كمية إنتاج أقل هو ده العامل المحدد أو المادة المحددة، واللي هيطلع لي كمية كبيرة يبقى دي مادة إيه؟ زائدة. تمام. طيب يا مستر هنا مفيش آر، أنا عايز أعرف كمية المادة الزيادة قد إيه؟ يعني اتفاعل جزء واتبقى إيه؟ جزء. أعتبر المادة الزيادة ده مجهول، لأن الرقم بتاعها رقم مش حقيقي. يعني مثلا الهيدروجين في المسألة 2 مول، أنت عرفت إن هو عامل محدد، خلاص أعتمد الرقم بتاعه ده رقم صحيح. الأكسجين مادة زائدة، أعتبرها مجهولة، تمام؟ واكتب مول فوقها مول، مول فوقها مول، ده كام مول في المعادلة؟ 1. ودي كام؟ 2. 2 في 1 على 2 كام؟ يطلع 1 مول، معناها إن الرقم الحقيقي اللي هيتفاعل من الأكسجين 1 مول. وانا حاطط 3 مول، يبقى كمية المادة المتفاعلة 1 مول والزيادة 2 مول اللي ما اتفاعلتش. معلومة تانية عايزك تعرفها عشان نعرف نحل المسألة دي، لان المسألة اللي جاية دي يعتبر مسألتين ثلاثة في بعض اساسا، ان تركيز اي ايون هو نفسه تركيز المحلول ضرب عدد مولات الايون في الصيغة. يعني يعني انا عندي مثلا كبريتات الصوديوم، لو هي اتفكت هتديلني 2 ايون صوديوم و1 ايون كبريتات. يبقى لو ده هو اللي هو المحلول نفسه الاصلي المركب الاصلي ده 1 مول، يبقى ده 2 مول، يبقى ده 1 مول. يبقى ده تركيزه 1 مولر، يبقى ده تركيزه 2 مولر، يبقى ده تركيزه 1 مولر. ما هو ده نفس عدد مولات ده، يبقى تركيز ده نفس ده. طيب هقولها لك بطريقه ثانيه، لو انا قلت لك مثلا ده تركيزه 1/10 مولر، يبقى ده كام؟ 2/10 مولر، لان ده عدد مولاته ضعف ده، وده 1/10 مولر لأن ده عدد مولاته نفس ده. نشوف المسألة رقم 15، جايب لي معادلة موزونة بيقول لي إذا علمت أن عدد مولات أيونات، خلي بالك أيونات البريوم في كلوريد البريوم
الايونات اللي جوه بتاعت الباريوم تساوي 6 من 10 مول، وعدد مولات ايونات الفوسفات اللي هي ده تساوي 6 من 10 مول. عايز كمية فوسفات الباريوم. المسألة دي كانت هتبقى سهلة جدا لو كان جايب لي واحدة بس من دول، ده هو جايب لي ده معلوم وده معلوم وده مجهول. طب انت هتقارن بالرقم ده ولا بالرقم ده؟ ما عاد يا مستر ده هما الاتنين 6 من 10. لا، ما هو ده وزنه 3، ما انت بتقارن بالوزن، وده وزنه 2، فاكيد هيطلع رقمين مختلفين، واكيد في واحد فيهم صح والتاني غلط. احنا بنقارن بالعامل المحدد، لازم اعرف مين في دول هو العامل المحدد. اعمل ايه بقى؟ اعمل علاقة ما بين ايونات الباريوم، تمام، مع المادة اللي هو عايزها، واعمل علاقة بين ايونات الفوسفات مع المادة اللي هو عايزها. اقول له ماشي، انا عندي نوع 3 باريوم، طلعوا لي 1 مول من الراسب ده المركب ده، وهنا عندي 2 فوسفات اهم، يطلعوا لي الراسب ده. هنعملها كأنها مسألتين، واللي هيطلع لي انتاج اقل يبقى هو العامل المحدد. ده كم مول؟ 6 من 10 مول، وده 6 من 10 مول. ابدأ اشوف ده هيطلع كمية انتاج كم، وده كمية انتاج كم. مول فوقها مول، مول فوقها مول، الارقام اللي فوق بجيبها من المعادلة، ده 1 مول وده 2 مول، ده 1 مول وده 3 مول، طرفين في وسطين طلع الاجابة. طلع الانتاج هنا 2 من 10 مول وهنا 3 من 10 مول، يبقى اللي طلع لي كمية انتاج اقل اكيد هو العامل الاي المحدد، تمام، والكمية بتاعت الانتاج هي دي المعتمدة، اما دي كمية اكبر من اللي اتكونت حقيقي، تمام. يبقى كمية فوسفات الباريوم اللي طلعت حقيقي هي 2 من 10 مول، تمام. مش هختار 3 من 10، ده غلط، مع ان طلع معايا هنا اللي بيطلع انتاج اقل هو العامل المحدد، والانتاج ده هو اللي صح. وهتلاقيني كاتب لك هنا العامل المحدد هو الذي يستهلك تماما ويعطي كمية انتاج اقل ويعتمد انتاجه في الحسابات الكيميائية. ويمكن حساب العامل المحدد بطريقة النسب المولية اللي هي الار، فممكن نحلها بالطريقة التانية، اجيب ار يعني ايه ريشيو، يعني ايه نسبة مولية، يعني عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة. هلاقي عدد المولات في المسألة اللي جات لي اصلا 6 من 10 مول للباريوم و 6 من 10 مول للفوسفات، بس ده وزنه في المعادلة 3 وده وزنه 2، يبقى يطلع لي نوع رقم اقل، وانا قلت لك الرقم الاقل هو العامل المحدد، يبقى الباريوم هو العامل المحدد، يبقى حل المسألة على الباريوم ما تحلهاش على الفوسفات. هتطلع معاك الاجابة الايه؟ الصحيحة. السؤال رقم 16، 25 ملي من نترات الفضة تركيزه 15 من 100 مولر، يبقى جايب لي حجمه وتركيز. انا عارف ان عدد المولات يساوي التركيز في الحجم باللتر. المهم اتفاعل مع 3.58 جرام من كلوريد الكالسيوم. طب اكتب المعادلة، هو بيقول لي نترات الفضة اللي هي AgNO3 هتتفاعل مع كلوريد الكالسيوم اللي هو CaCl2، موجب الاول مع سالب الثاني، AgCl معروف ان هو راسب ابيض، والسي اي مع الNO3 يدلنا سي اي NO3 باي 2، لان الكالسيوم ثنائي والنيترات احادي. اوزن المعادلة، حط هنا 2 وهنا 2، اتوزنت. هو بقى بيقول لي من اللي هيستهلك بالكامل، هل نترات الفضة ولا كلوريد الكالسيوم؟ طب ما انا عارف ان اللي بيستهلك بالكامل هو العامل المحدد، يبقى انا لازم اعرف العامل المحدد. اعرف العامل المحدد ازاي؟ عندي طريقتين، يا اما اشتغل بطريقة الار، يا اما اشتغل بطريقة الايه، ان احنا نقارنه بالانتاج. انا هنا مثلا حليت بالار، طلعت الار بتاعت نترات الفضة والار بتاعت كلوريد الكالسيوم. ار يعني ايه؟ نسبة مولية. يعني ايه؟ عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة اللي هي 2. هنا عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة اللي هي 1. طب عدد المولات في المسألة لنترات الفضة احسبها ازاي؟ هو جايب لي تركيز وحجم باللتر، وانا عارف ان عدد المولات التركيز في الحجم باللتر، التركيز 15 من 100 في 25 من 1000، لان ده حجم بالملي، لازم احوله للتر يعني اقسم على 1000 اللي هو 25 من 1000. طلعت هنا الار بالرقم ده، احسب الار بتاعت كلوريد الكالسيوم، عدد المولات في المسألة على عدد المولات في المعادلة اللي هو 1. طب هو هنا جايب لي كتلة بالجرام، يبقى شيل عدد المولات ده وحط مكانها كتلة على كتلة مولية. الكتلة بتاعته 3.58 من 100، والكتلة المولية جايبها لك، ولا قلنا عارف ان انت هتحتاجها 111 في 1 اللي هو الوزن. طلعت الرقم ده،
هنا سالب 3 وهنا سالب 3، يبقى هنا 10 أس سالب 3 و10 أس سالب 3. قارن بالأرقام دي، 1.8 من 10 أقل من 32، يبقى ده أقل، يبقى ده عامل إيه؟ محدد. يبقى نترات الفضة هي اللي عامل محدد، يبقى تستهلك بالكامل، يبقى تستهلك نترات الفضة بالكامل. تمام، يبقى الإجابة يا ألف يا باء. بيقول لي ويترسب نترات الكالسيوم، يعني ينفع يقول كلمة زي ديت؟ يعني بالنسبة لكم انتوا أكيد سهلة جدا، كل النيترات في الكيمياء بتدوب في الإيه؟ في المية، إزاي هتبقى راسب يعني؟ تمام؟ فأكيد ديت محلول، أمال مين اللي راسب كلوريد الإيه؟ الفضة، يبقى أكيد الإجابة إيه؟ باء. يبقى تستهلك نترات الفضة بالكامل ويترسب كلوريد الإيه؟ الفضة، اللي هو في النواتج. هنا كاتب لك أهو، لو طلب مني عدد المولات الزائدة اللي هي اتفعل جزء واتبقى جزء، عايز الجزء اللي اتبقى ده بقى، اللي هو الزيادة. أقول له عدد المولات الزائدة الأر بتاعت الكبير ناقص الأر بتاعت الصغير واضربهم في عدد معاملات المادة الزائدة في المعادلة الموزونة اللي كانت موجودة أصلا، وتشوف هتطلع كام. تمام، يلا السؤال اللي بعده، سؤال 17. جايب لي عند إضافة 20 ملي من محلول نترات الفضة تركيزه كذا، جايب لي تركيزه وحجم نترات الفضة، إلى 30 ملي من محلول كلوريد الصوديوم تركيزه كذا، جايب لي تركيزه وحجم، عايز كمية كلوريد الفضة المترسبة. اكتب المعادلة، نترات الفضة اللي هو AgNO3 ضفتها لكلوريد الصوديوم اللي هو NaCl، موجب الاول مع سالب الثاني NaNO3، والAg مع Cl راسب ابيض. هو طالب مني كمية الAgCl، يعني ده هو مجهول، عايز ده كم مول؟ عرفت ان هو عايزه بالمول ازاي؟ في الاجابات اهو، كل الاختيارات بالمول. يظهر معايا مشكلة، ايه هي؟ اقارن الـ AgCl بنترات الفضة ولا بكلوريد الصوديوم؟ من عندي معلومات لده ومعلومات لده، طب والحل؟ لازم اعرف مين فيهم العامل المحدد عشان اقارن بيه، يعني نحسب الار لده والار لده، واللي الار بتاعته اقل هو العامل المحدد، تقوم انت حلل عليه على المسألة. او طالب تاني يقول لي انا ريح دماغي احلها بالطريقة التانية اللي هي ده، اقارن ده بالانتاج وقارن ده بالانتاج، واللي هيطلع لي كميه انتاج اقل يبقى العامل المحدد، وبالمره عرفت كميه الانتاج، هو اصلا عايز يعرف كميه الانتاج. يبقى اعمل مساله ما بين الـ NaCl مع الـ AgCl بوزنها، واعمل مساله ما بين الـ AgNO3 مع الـ AgCl. طيب انا عندي نوع تركيز وحجم، التركيز والحجم لو اتضربوا في بعض يدوا ايه؟ عدد المولات. يبقى اجيب التركيز والحجم باللتر بتوع نترات الفضة، 15 من 100 في 20 من 1000، تمام اهو، 15 من 100 في 2 من 100 اللي هي 20 من 1000، لو ضربتهم في بعض يدوني عدد المولات. واروح اشوف الـ AgCl كم مول، مول فوقها مول مول فوقها مول، ده كم مول؟ واحد، وده كم مول؟ واحد، ده في ده على ده طلعت 3 من 1000 مول. ماشي، نيجي هنا اجيب عدد المولات اللي هو التركيز في الحجم باللتر، 1 من 10 في 30 من 1000 اللي هو 3 من 100، يبقى 1 من 10 في 3 من 100 دي عدد المولات. اشوف كم مول في الانتاج، مول فوقها مول مول فوقها مول، هنا 1 مول وهنا 1 مول، يلا طلعت لي انتاج كام؟ 3 من 1000، هنا 3 من 1000 وهنا 3 من 1000. فاكرين من شويه لما قلت لكم لو طلعت الكميات بالظبط ما تبقاش حاجه من ده او ده، يبقى الاثنين ينفعوا عامل محدد، يبقى ساعتها بنعتبره خليط ايه؟ متوازن. خليط متوازن ده يعني كيميائي محترف، لو ضاف ده على ده ما تبقاش اي حاجه لا من ده ولا من ده، يبقى خلاص طلعوا نفس الانتاج، 3 من 1000 3 من 1000، يبقى الاجابه ايه؟ الف، هما الاثنين صح يعني. يلا اخر مساله بالنسبه للعامل المحدد، بعدين نشوف افكار جديده في المسائل. السؤال رقم 18، من التفاعل التالي N2 مع 3H2 يدلنا 2NH3. لو انا خلطت 44.8 من 10 لتر من النيتروجين مع 140 لتر من الهيدروجين لتكوين النشادر، بيقول لي احسب حجم الهيدروجين المتبقي بدون تفاعل. يعني من الاخر بيقول لك ان الهيدروجين ده ماده زياده، لانه بيقول لك احسب لي الهيدروجين اللي اتبقى بدون ما يتفاعل، يعني يبقى اكيد النيتروجين ده هو عامل محدد، يبقى اعتمد الرقم بتاعه في المساله. اما ال 140 دي ولا كان انت شايفها خالص دلوقتي، اعتبرها مجهوله لان دي كميه زائده، عرفت منين؟ هو بيقول لي انا عايز حجم الهيدروجين اللي هيتبقى بدون تفاعل. يبقى اعمل ايه؟ لازم اعرف الهيدروجين اللي اتفاعل كام اصلا عشان اعرف اللي اتبقى كام. يبقى اعمل علاقه ما بين النيتروجين والهيدروجين. النيتروجين الحجم بتاعه كام؟ 44.8 من 10 لتر.
اشوف حجم الهيدروجين اللي المفروض كان يتفاعل كام، لتر فوقها لتر، لتر فوقها لتر، الرقمين اللي فوق بيجوا من المعادلة، الحجم باللتر يساوي عدد المولات في 22.4، 3 في 22.4 هنا، 1 في 22.4. ترى فين في وسطين؟ لقيت الحجم بتاع الهيدروجين اللي المفروض يتفاعل 134.4 لتر. تمام؟ اوعى تختار الإجابة باء، هو بيقول لك اللي ما تفاعلش مش اللي اتفاعل. طيب هو كان ضايف كام لتر؟ 140 لتر. اتفاعل منهم كام؟ 134.4، اطرحهم من بعض يتبقى 5.6 ايه لتر، دول اللي ما تفعلوش، اللي اتبقى بدون تفاعل، يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ الف. السؤال رقم 19، اي مما يلي لا يتغير عند استخدام حجمين مختلفين من نفس المحلول؟ خلي بالك ده نفس المحلول، لو انا جبت حجمين مختلفين من نفس المحلول، يعني مثلا هنا 100 مللي وحطيتهم في كوبايه، وهنا 200 مللي وحطيتهم في كوبايه، هل كتله المذاب ما اتغيرتش؟ لا اتغيرت، اكيد كتله المذاب اللي دايبه في 100 مللي غير اللي دايبه في 200 مللي، فاكيد عدد مولات المذاب هي كمان مختلفه، واكيد كتله المحلول مختلف، لان ده 100 مللي اكيد كتلتهم مختلفه عن ال 200 مللي لنفس المحلول. اللي ما بيتغيرش هو التركيز. تمام؟ يعني مثلا هقول لك مثال، هو يعني عشان بس تفهم الفكره بتاعتها، هو انت لما يكون عندك مثلا لتر بيبسي وتقسمه على 5 كوبايات، هل الطعم بيتغير؟ لا، هو نفسه، يعني لو شربت من الازازه زي ما تشرب من كوبايه صغيره زي ما تشرب من كوبايه كبيره، هو التركيز ما بيتغيرش بتغير الحجم. تمام؟ يعني انت جبت فضيت كوبايه او فضيت نص كوبايه، هو نفس الطعم، او شربت من الازازه نفسها. فانا عايزك توصل بس لفكره ان طالما نفس المحلول، فلو غيرت الحجوم بتاعته طالما واخدها من نفس المحلول التركيز ما بيتغيرش، يبقى تركيز المحلول ايه؟ لا يتغير، ثابت يعني. السؤال رقم 20، ما مولارية، المولارية اللي هي ام كابيتال اللي هي مول على اللتر، محلول الصودا الكاوية وجايب لي 4 جرام على اللتر. قلت لك في اول الفيديو التركيز ممكن يجي لك بالجرام على اللتر او مول على اللتر، هو هنا بقى جايبه لي جرام على اللتر وعايز مول على اللتر، ما هو مول على اللتر اللي هي مولارية، يبقى انا عايز مول ومعايا الجرام، يبقى كتلة على كتلة مولية، يبقى اقسم الاربعة ده على الكتلة المولية اللي هي الاربعين، 4 على 40 تبقى 1 من 10. او طالب تاني يقول لي ده معناه ان هو 4 جرام لكل 1 لتر، فيقول لي ام اس تساوي ام في ال في ام دبليو تي، الكتلة 4 جرام والحجم 1 لتر والكتلة المولية 40، يبقى الام اللي هي المولارية بكم؟ 4 على 1 في 40 اللي هي 1 من 10 ايه مولر. وانا قايل لك في اول الفيديو لو معايا جرام على اللتر وعايز مول على اللتر، كل اللي هتعمله هتقسم على الكتله الايه الموليه. السؤال رقم 21، ما تركيز ايون النترات في 425 ملي؟ تمام، ده حجم من محلول يحتوي على 32 جرام، دي كتله ام اس من نترات الايه المغنيسيوم، وجايب لي الكتله الجزيئيه بتاعتها اللي هي الام دبليو تي اللي هي 148.3. طيب خلي بالك هو مش عايز تركيز المحلول كله، هو عايز تركيز ايون النترات اللي جواه. لسه موريك قانون من شويه اللي هو تركيز اي ايون هو تركيز المحلول كله في عدد مولات الايون ده في الصيغه، يعني النترات اللي هو عايزها كام واحده؟ 2. هات تركيز المحلول كله واضربه في 2 هيبقى وصلت لتركيز النترات. طيب في قانون قلت لكم عليه اسمه قانون التحضير، لما تيجي تحضر محلول ام اس يساوي ام في ال في ام دبليو تي، ام اس يعني الكتله بالجرام، 32 جرام التركيز انا عايزه، عايز تركيز المحلول، الحجم باللتر 425 على 1000 اللي هي من 1000 اهي عشان لازم يكون باللتر، والكتله الموليه 148.3. احسب الام هيطلع معاك او 0.5077 اللي هي بالتقريب 0.508، فممكن الطالب يختار جيم، ده غلط. لو انا قلت لك تركيز المحلول ابقى اختار جيم، انا عايز تركيز النترات اللي جواه، يبقى اضرب الرقم ده في 2 يبقى تركيز النيترات هو الرقم ده في 2 يساوي 1.015 اللي هي الاجابه ايه؟ د، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. نيجي لفكره جديده، يجي لي في الامتحان يقول لي انا عندي محلول من المادة مثلا اكس، يجيب لي مادة معينة في الكيمياء، المادة ده هي تركيزها كذا وحجمها كذا، يعني يجيب لك التركيز والحجم، رحت خلطتها مع محلول لنفس المادة برضو اللي هي اكس،
بس بتركيز تاني وحجم تاني، ويقول لي التركيز النهائي كام. اقول له طيب اي تركيز في الكيمياء اللي هو ام تركيز بالمولاريه يساوي ان على في ال، بس انهي ان وانهي في ال؟ عدد المولات الكلي على الحجم الكلي. طيب عدد المولات الكلي انا عندي كام محلول؟ 2 مثلا او 3 او 4، يبقى ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 زائد ان 4 على الحجم الكلي، في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4. طب ما انا قلت لك قبل كده ان الان بتتفك الى كتله على كتله موليه، تركيز في حجم باللتر، صح ولا لا؟ عدد الجزيئات على عدد افوجادرو. هو جايب لي ام وفي، يبقى شيل الان ده وحط مكانها ام 1 في 1 زائد ام 2 في 2 زائد ام 3 في 3 وهكذا. طيب تعال نطبق على اللي انا قلته ده مساله واثنين. السؤال 22 عند خلط 100 مللي، ده حجم اهو، هقسمه على 1000 يبقى باللتر، من نترات الكالسيوم 25 من 100 مولر، يبقى جايب لي التركيز والحجم مع او زائد 400 مللي من حمض النيتريك 1/10 مولر. طيب دي ماده تانية جايب لي التركيز والحجم باللتر. طيب ازاي؟ انت قلت لنا لازم يكون نفس الماده، ما عشان كده قال لي انا عايز تركيز ايون النترات. ما هو ايون النترات مشترك هنا وهنا، ما هو نترات الكالسيوم سي اي NO3 باي 2، وهنا HNO3 اللي هو حمض النيتريك، دي اتقل بكتير من الايه؟ من القانون اللي انا عرضته من شويه، فعايزه تركيز شويه. يبقى انا بقول تركيز النيترات النهائي اللي هو الايون اللي هو عايزه يساوي عدد مولات على الحجم باللتر. ما هو التركيز بيساوي عدد مولات على حجم باللتر. طب انهي عدد مولات؟ عدد المولات الكليه على الحجم الكلي. طب عدد المولات بتاعت المحلول الاول زائد عدد المولات بتاعت المحلول الايه؟ الثاني على الحجم الكلي باللتر. طيب انا عندي هنا 100 مللي و400 مللي، يبقى 500 مللي يبقى نص لتر، يبقى خلصت من المقام اهو. نيجي بقى للمشكله الثانيه. انا عايز دلوقتي عدد مولات النيترات في المحلول الاولاني. مش انا قلت لكم عدد مولات الايون اللي جوه ده هتبقى نفس عدد مولات المحلول ضرب 2، لان النيترات 2، عارف لو كالسيوم هيبقى تركيز الكالسيوم نفس تركيز المحلول، وعدد مولات الكالسيوم نفس عدد مولات المحلول لانه 1 مول، اما النيترات 2 مول. يبقى الاول طلع عدد مولات من المحلول، عدد المولات بتيجي تركيز في حجم باللتر اللي هي 25 من 100 في 1/10 اهي، 25 من 100 في 1/10، هتلاقيني ضاربها بره في 2 لان النيترات هنا 2، وانا مش عايز المحلول كله، انا عايز النيترات اللي جواه، زائد عدد مولات النيترات في المحلول الثاني. والله النيترات هنا حاجه واحده بس، يبقى عدد مولاته هو نفس عدد مولات المحلول كله، يبقى 1/10 في 4/10 اهي، 1/10 في 4/10. يبقى انا كده جبت عدد مولات النيترات في المحلول الاول زائد عدد مولات النيترات في المحلول الثاني على الحجم الكلي باللتر، يطلع لي بالآلة الحاسبة 18 من 100. يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ ألف. هي المسألة دي تقيلة شوية، تمام؟ بس هي بس أنا عايزك تتعلم طريقة التفكير مش أكتر، المسألة تبقى أبسط من كده بكتير إن شاء الله. السؤال 23، قام أحد الطلاب بتحضير محلول مائي من الميثانول كثافته، الرقم اللي قدامك ده جرام على ملي لتر، يعني الكتلة ده بالجرام لكل واحد ملي، عند درجة حرارة 25، طالب مني الحجم بالملي الذي يحتوي على 30 جرام من الميثانول النقي. طيب الرقم ده معناه ايه؟ معناه ان هو الكتلة ده بالجرام لكل واحد ملي. طب لو الكتلة ده ما هيش دي، لو هي 30 جرام تبقى كم ملي؟ يبقى خلصنا المسألة، يبقى قمت كاتب الرقم اهو بالجرام، ده معناه لكل واحد ملي اهو، لكل ملي. يبقى لو هي 30 جرام تبقى كم ملي؟ طرفين في وسطين، خلصت المسألة، يبقى 37.9 ملي، يبقى الإجابة دال. طالب تاني يقول لي في طريقة أسهل بكتير، إحنا عارفين إن رو اللي هي الكثافة تساوي إيه؟ إم على في. الكثافة تساوي كتلة على حجم. الكثافة كام؟ الرقم مكتوب قدامنا اللي هو 0.79149، والكتلة 30 جرام، يبقى الحجم كام؟ يقوم قايل لي هنا الكتلة على الايه؟ الكثافة، ويقوم مخلصين اللي هو 30 على 0.79149 هيطلع معايا بالظبط 37.9، وابقى حلتها بطريقة سهلة. يبقى ممكن تحلها بالقانون أو بإيه؟ بطريقة المقصات. السؤال 24،
عايز عدد مولات، عدد المولات اللي هو N في بتاعة هيدروكسيد الصوديوم في 25 ملي اللي هو حجم، والتركيز بالمولارية اللي هو M. طب ما أنا عارف إن عدد المولات يساوي M في L، يبقى N يساوي M في L، التركيز 2 من 10 والحجم باللتر 25 من 1000، ده بالملي. تطلع 5 في 10 أس سالب 3 مول، يبقى الإجابة إيه؟ 1000. سؤال مباشر. السؤال اللي بعده، طالب مني عدد المولات بتاعت حمض الكبريتيك، عدد المولات اللي هي N مجهولة، وجايب لي حجم باللتر وجايب لي التركيز. طب ما أنا لسه حللها حالا، ال N يساوي M في L، يبقى 1 من 10 في 50 مللي، ده اقسمها على 1000 يبقى 5 من 100. 1 من 10 في 5 من 100 يطلع 5 من إيه؟ من 1000 مول، يبقى الإجابة د. السؤال 26، في إحدى تجارب المعايرة يلزم توافر 22.4 مللي من محلول بتركيز 1 من 10 M من NaOH، فطالب مني عدد الجرامات بتاعة هيدروكسيد الصوديوم باستخدام العيار الحجمي، وجايب لي كتلة الصوديوم والأكسجين والهيدروجين. طيب المسألة معروضة بس بشكل غريب شوية، هو جايب لي هنا حجم وجايب لي تركيز، ركز معايا كده، وطالب MS اللي هي الكتلة بالجرام. طب ما انا عارف ان ال MS تساوي M في L في MWT، M اللي هو التركيز بالمولارية معايا، الحجم باللتر 22.4 اقسمها على 1000 لان ده بالملي، انا عايزها باللتر، تمام، يبقى اقسم على 1000. والكتلة المولية بتاعت ال NaOH 23 زائد 16 زائد 1 اللي هو كام؟ 40، واضربهم في بعض يطلع 0.0896، يبقى الإجابة بتاعتي هتكون إيه؟ باء. خلي بالك باء مش جيم، ده قانون التحضير اللي هو MS يساوي MVL في MWT. السؤال 27، ده يعتبر آخر سؤال في الفكرة دي وبعدين ناخد فكرة جديدة، ما تقلقوش ما عادش الا فكرتين ثلاثه كده ويبقى خلصنا كل الافكار اللي ممكن تحتاجها تماما. يعني في احدى تجارب المعايره يلزم توافر 22.4 مللي، يبقى ده حجم بس بالملي، لازم احوله لتر يعني اقسم على 1000، من محلول تركيزه جايب لي ام، وطالب مني عدد المولات. سهله جدا، عدد المولات يساوي ام في ال، الام اللي هو التركيز بواحد من 10 اهي، والفي ال اللي هو الحجم باللتر 22.4 على 1000، اضربهم في بعض طلعت 2.24 في 10 اس سالب 3 مول، لان انا بحسب عدد مولات، يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ باء. السؤال 28، بيقول لي ما النسبه المئويه للنيتروجين في كربونات الامونيوم؟ النسبه المئويه لاي عنصر داخل مركب كتله العنصر في 100 على كتله المركب، كتله العنصر في مول واحد من الماده اضربه في 100 واقسمه على الكتله الموليه للماده، يعني هو عايز النسبه المئويه لمين؟ للنيتروجين. يبقى كتله النيتروجين، انا عندي كام نيتروجين؟ انا عندي واحده ايه مضروبه بره في 2، يبقى انا عندي 2 نيتروجين، كتلتهم كام؟ 2 في 14، يبقى دي كتله النيتروجين اللي بين قوسين ده، ضربتها في 100 وقسمتها على المركب بالكامل، انا عندي كام ان؟ 2، يبقى 2 في 14. كم اتش؟ 4 في 2 ب 8، اهو 8 في 1 لان الهيدروجين كتلته 1 اهو. عندي وحده سي يبقى 1 في 12. عندي كم او؟ 3، يبقى 3 في 16. اكتب ده على الاله الحاسبه طلع معايا 29 و17 ايه؟ من 100%، يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. تمام. السؤال اللي بعده سهل جدا، نفس اللي فات، بيقول لي انا عايزك تقول لي هنا دي مركبات حديد، اكبر نسبه للحديد في انهي مركب؟ احسبها. أكبر نسبة للحديد أحسب هنا FeCO3 مثلا، نسبة الحديد هي كتلة الحديد في 100 على الكتلة الكلية، عندي كم حديد هنا؟ واحدة ب56، يبقى 56 في 100 على كتلة المركب، وحدة حديد ب56، وحدة كربون ب12، 3 أكسجين يبقى 3 في 16، يبقى كتلة العنصر في 100 على كتلة المركب كله طلعت 48 و28 من 100، أحسبها في الباقي، هنا عندي كم حديد؟ 3، يبقى 3 في 56 دي كتلة الحديد جوه المركب، جوه مول واحد من المادة، أضربها في 100 وأقسمها على الكتلة الكلية بتاعة المركب اللي هي الكتلة المولية، 3 في 56 زائد 4 في 16 طلعت 72.4. طب هنا 2 في 56 ده كتلة الحديد، أضربها في 100 وأقسمها على كتلة المركب كله، 2 في 56 زائد 3 في 16 طلعت 70. هنا كتلة الحديد واحدة بس، يبقى 56
في 100 على 56 زائد 16 طلعت 77 و78 من 100 في الايه؟ في المية. اكبر رقم عندي هو ده، يبقى اعلى نسبة حديد موجودة في الـ FeO، يبقى الاجابة الصحيحة هي الف. حد يقول لي يا مستر انت قلت لنا قبل كده ان اكبر نسبة حديد كانت في الماجنيتايت اللي هو Fe3O4، تمام؟ ده في الخامات، تمام؟ ده كانت خامة، دي مركبات بيفترض نقائها، ده اولا. ثانيا الـ FeO اللي طلع الاجابة ده مش من خامات الحديد. يلا ندخل على فكرة جديدة، النسبة المئوية للنقاء. لو انت عايز النسبة المئوية لنقاء المادة، في مواد بيبقى فيها شوائب، عايز اعرف درجة النقاء بتاعتها قد ايه؟ 60%، 80%، 95%، 99%. درجة النقاء او النسبة المئوية للنقاء هي كتلة المادة النقية في 100 على الكتلة الغير نقية بتاعت العينة بالكامل. يعني انا مثلا عندي عينة 80 جرام، قلت لك ان في 65 جرام منهم بس نقي، عايز درجة النقاء، يبقى الكتلة النقية اللي هي 65 في 100 على كتلة العينة بالكامل اللي هي كام؟ 80، وتشوف هتطلع كام في المية. طلعت مثلا يعني رقم ما، اطرحه من 100% يطلع لك كمية الايه؟ الشوائب، نسبة الشوائب يعني. هنحل عليها مسائل كتيرة دلوقتي، ودي على فكرة اخر فكرة معانا، يعني احنا هنحل مسائل كتيرة جدا عليها دلوقتي، بس دي اخر فكرة انا هقولها في موضوع الايه؟ التأسيس بتاع المسائل. يلا السؤال 31، الاسئلة اللي جنبها علامة الكمبيوتر ديت من بنك المعرفة. خليط من غاز النيتروجين وغاز الاكسجين كتلته 1.2 كيلو جرام بعد تفاعل، يعني هو مكون من نيتروجين مع اكسجين، بعد تفاعل 250 جرام من الاكسجين الموجود في الخليط مع فلز، تبقى النيتروجين النقي، معناها ان ما عادش فيه اكسجين اصلا. طيب انا عايز النسبة المئوية للنيتروجين في الخليط. النسبة المئوية للنيتروجين هتبقى كتلة النيتروجين في 100 على الكتلة الكلية. طيب هما كلهم 1.2 كيلو، يعني 1200 جرام، اضرب في 1000، تحول الكيلو جرام الى جرام. طيب ال 1200 جرام منهم 250 جرام اكسجين، يبقى اطرح 1200 ناقص 250 يطلع لك 950 جرام، دي كتلة النيتروجين. انا عايز النسبة المئوية للنيتروجين تبقى كتلة النيتروجين في 100 على الكتلة الكلية اللي هي ال 1200، يطلع لك النسبة المئوية للنيتروجين 79.17 من ايه؟ من 100. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال 32، يصنع بعض الرذاذات المطهرة عن طريق خلط الكحول الإيثيلي بالماء، أي العبارات الآتية لا تصف، يعني غلط. عبوة من الرذاذ المطهر حجمها 250 ملي وتحتوي على 80% من الكحول الإيثيلي المختلط بكمية قليلة من الماء. طيب بيقول لي هل العبوة دي فيها 200 ملي كحول و50 ملي مية؟ المعلومة دي صح. ليه بقى؟ لأن هي فيها 80% كحول، 80% من 250 200، يعني اضرب 80 على 100 في 250، 80 أو اعمل كده على الآلة الحاسبة، 80 على 100 في 250، دي النسبة بتاعت الكحول، هو اللي قال لي كده في اصلا في المساله، هتطلع معاك فعلا 200 ايه؟ ملي، وهي كلها 250، يبقى اكيد هي 200 ملي كحول و50 ملي ايه؟ ميه. طيب يبقى دي صح، مش هختارها، بقول لي كله صح ما عدا الميه تمثل 20% من الكتله الكليه لهذا المحلول، دي غلط. النسبه دي نسبه مئويه حجميه، لكل ازازه 100 ملي بحط 80 ملي كحول و20 ملي ميه، دي نسبه حجميه مش نسبة كتلية، هو كاتب لي كتلة كلية، لا دي غلط، تمام؟ يبقى هختار باء. طب اتأكد، بيقول لي النسبة بين حجم الماء وحجم الكحول 1:4، فعلا ما هو 50 ملي ل 200 ملي مية لكحول، لو انت قسمت على الرقم الصغير اللي هو 50 وهنا 50 هيطلع 1:4، تمام؟ أو 20 ل 80، اقسم على 20 هيطلع 1:4، يبقى دي كمان إيه؟ صح. 80% معناها ان كل 100 ملي فيهم 80 ملي كحول و20 ملي ميه، طبعا صح. يبقى الاجابه اللي انا اختارها ايه؟ باء، دي غلط، هي المفروض نسبه حجميه مش كتليه. السؤال 33، سبيكه من النحاس الاصفر. النحاس الاصفر درسناه في الباب الاول، هو عباره عن سبيكه من النحاس والخرصين، كتلتها 8 جرام، يبقى ال 8 جرام دي بتاعت النحاس والخرصين مع بعض،
حطيتها في حمض الهيدروكلوريك المخفف حتى تمام التفاعل، فتصاعد 1 و103 من ألف لتر من غاز الهيدروجين في الاس تي بي اللي هي الظروف القياسية. عايز نسبة النحاس في السبيكة دي. طيب المفروض ان انا عشان اطلع نسبة النحاس لازم يكون معايا كتلة النحاس. ما هو نسبة اي شيء في الكيمياء عبارة عن ايه؟ كتلة الشيء ده في 100 على الكتلة الكلية. طب ما انا لازم اطلع كتلة النحاس، وعشان اطلع كتلة النحاس لازم اطلع كتلة الخرسين، تمام؟ عشان اطرحها من التمانية، ما هي التمانية دي بتاعت النحاس والخرسين. هو قال لي ان السبيكة دي حطيتها في HCl. يلا مين يتفاعل مع ال HCl؟ الخرسين، لانه انشط من الهيدروجين، اما النحاس مش انشط من الهيدروجين، مش هيدوب اصلا. يبقى هعمل المعادلة ما بين الزد ان وال HCl اللي انا ضفته، هيدلنا زد ان سي ال 2 مع اتش 2. انا عايز احسب كتلة الخرسين لان لو عرفتها هوصل لكتلة النحاس. هو بيقول لي تصاعد 1 و103 من الف لتر من الهيدروجين، اجي تحت الهيدروجين واكتب 1.103 لتر، وانا عايز احسب كتلة الخرسين، اقول له انا ما اعرفش كام جرام، جرام فوقها جرام، لتر فوقها لتر. انا عايز احسب كتلة بالجرام، عدد المولات في الكتلة المولية، عدد المولات كام؟ 1 في الكتلة المولية للخرسين 65، تمام. وهنا عايز احسب حجم باللتر، يبقى عدد المولات في 22.4 من 10، 1 في 22.4 من 10، طرفين في وسطين قدرت تعرف كتلة الخرسين 3.2 من 10 جرام. اقوم بقى قايل له السبيكة كلها 8 جرام، اطرح منها كتلة الخرسين يجيب لي كتلة مين؟ النحاس اللي هي 4.8 من 10 جرام. بقى معايا كتلة النحاس، اقدر اطلع نسبته ولا لا؟ اطلع النسبة بتاعت النحاس، كتلة النحاس في 100 على الكتلة الكلية، يبقى 4.8 من 10 في 100 على 8 طلعت بالظبط 60%، يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ ب. السؤال 34، إنزيم الزيميز يحول الجلوكوز اللي الكتلة المولية بتاعته 180 إلى إيثانول اللي هو الكتلة المولية بتاعته 46 عن طريق التفاعل التالي، وجايب لي معادلة موزونة، والإنزيم ده بيشتغل كعامل إيه؟ حفاز في تحويل الجلوكوز إلى إيثانول. بيقول لي أنا عايز النسبة المئوية لإنزيم الزيميز اللي هو على السهم ده الموجودة في خليط كتلته 2 جرام من الإنزيم مع الجلوكوز، يعني الاتنين دهم على بعض كتلتهم 2 جرام. أنا عايز النسبة المئوية للإنزيم جوه الخليط ده. طب ما هو أنا عارف إن النسبة المئوية كتلة الحاجة دي في 100 على الكتلة الكلية، الكتلة الكلية بتاعتهم في الخليط 2، بس المشكلة الإنزيم ده لوحده كام جرام؟ انا اقدر اعرف ازاي بقى؟ ال 2 جرام دي الغيها لانها كتله حاجتين مع بعض، اكانها غير نقيه مثلا. هو قال لي ان طلع لي 92 من 100 جرام ايثانول، اكتب المعادله، وتحت الايثانول اكتب 92 من 100 جرام، وتعالى عند كتله الجلوكوز وقول له انا ما اعرفش هي كام جرام. يا مستر ده 2، لا ده ال 2 ده الجلوكوز مع الانزيم، الاثنين مع بعض، يبقى اعتبر ده مجهول، انا ما اعرفش هو كام. جرام فوقها جرام وجرام فوقها جرام، الكتلة هي عدد المولات اللي هي 2 في الكتلة المولية اللي هي 46، الكتلة هو عدد المولات في الكتلة المولية اللي هي 180 بتاعت الجلوكوز، طرفين في وسطين طلعت كتلة سكر الجلوكوز اللي اتفعلت حقيقي اللي هي 1.8 من 10 جرام. طب ما انا عارف ان الجلوكوز مع الانزيم 2 جرام، الجلوكوز لوحده 1.8 من 10 جرام، يبقى الانزيم كام؟ 2 من 10 جرام اللي هي 2 ناقص 1.8 من 10. كده انا بقى معايا كتلة الانزيم، اقدر اطلع النسبة المئوية للانزيم ولا لا؟ كتلة الانزيم في 100 على الكتلة الكلية، يبقى 2 من 10 في 100 على 2 تطلع 10%، يبقى نسبة الانزيم جوه الخليط ده 10%، يبقى الاجابة الصحيحة هي ايه؟ د. السؤال 35، عينة من الحجر الجيري، الحجر الجيري اللي هو CaCO3 اللي هو كربونات الكالسيوم، عينة غير نقية. أول ما يقول لك غير نقية يبقى الكتلة بتاعتها ده اعتبرها مجهولة. ما هو غير نقية ما تفعلتش بالكامل، في جزء منها نقي وجزء شوائب، اللي بيتفعل هو النقي. سخنت تسخينا شديدا حتى ثبتت كتلتها وأصبحت 1.62 من 100 جرام. عايز النسبة المئوية للحجر الجيري في العينة بفرض عدم تفاعل الشوائب. كربونات الكالسيوم لما بتتسخن بتدلنا أكسيد كالسيوم وثاني أكسيد كربون، كتبت المعادلة، أقول له طيب
دلوقتي الكتلة بتاعت كربونات الكالسيوم الغير نقية 2.5 جرام، مش هينفع اكتبها لان هي عبارة عن كربونات كالسيوم مع شوائب. لما سخنتها طار ثاني اكسيد الكربون وثبتت الكتلة عند 1.62 جرام، برضو مش هينفع استخدم ال 1.62. ليه؟ اصل ال 1.62 ده عبارة عن كتلة اكسيد الكالسيوم ده مع الشوائب اللي لسه موجودة اللي هي ما اتفعلتش، اللي هي ما طارتش اصلا. طب اعمل ايه؟ اطرح الرقمين من بعض، لو طرحتهم من بعض يطلع لك ثاني اكسيد الكربون النقي اللي طار. اطرح 2.5 ناقص 1.62 يطلع لك 88 جرام، يبقى ثاني اكسيد الكربون 88 جرام. اعمل علاقة بينه وبين كربونات الكالسيوم عشان اعرف هي كام جرام. جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. هنا الكتلة بالجرام، عدد المولات في الكتلة المولية يبقى 1 في 100، اللي الكتلة المولية للمركب ده حسبتها من هنا. وهنا الكتلة بالجرام، عدد المولات في الكتلة المولية يبقى 1 في 44، اللي هي كتلة ثاني أكسيد الكربون المولية. طرفين في وسطين طلعت كتلة كربونات الكالسيوم اللي هي 2، دي النقية اللي هي تبع المعادلة. هو جايب لي إن هي كام؟ 2.5. عايز النسبة المئوية بقى أو درجة النقاء. الكتلة النقية في 100 على الكتلة الكلية، النقية 2 في 100 على الكتلة الكلية اللي هي 2.5 بتاعت العينة، يبقى 80% درجة نقاء، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 36، من خلال التفاعل التالي وجايب لي كربونات الكالسيوم اللي لسه قايلينها بتنحل بالحرارة إلى أكسيد كالسيوم وثاني أكسيد كربون. بيقول لي احسب كتلة أكسيد الكالسيوم الناتجة من تسخين 50 جرام من عينة غير نقية، ما ينفعش اشتغل بالرقم ده لأنه غير نقي، من كربونات الكالسيوم، بس قايل لي نسبة الشوائب في العينة 15%. طيب نسبة الشوائب 15% يبقى درجة النقاء 85% اللي هي الطرح من 100%. طب 85% من الخمس كام؟ أقول له 85 على 100 في 50 يطلع 42.5 جرام، دي الكتلة الإيه؟ النقية بتاعت كربونات الكالسيوم، دي اللي أنا أعرف أشتغل بيها. يلا اقول له بقى انت عايز كتلة اكسيد الكالسيوم، اقول له انا معرفش هو كام جرام، والكتلة النقية لكربونات الكالسيوم حسبناها 42.5 جرام، جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. الكتلة هي عدد المولات في الكتلة المولية، الكتلة هي عدد المولات في الكتلة المولية للمركب ده، طرفين في وسطين طلع لي اكسيد كالسيوم 23.8 جرام، يبقى الاجابة الصحيحة هي د. السؤال 37، جايب لي نفس التفاعل، عند تسخين 20 جرام من عينة غير نقية من كربونات الكالسيوم، ما عرفش اشتغل بالرقم ده نهائي، نتج 8.4 جرام من أكسيد الكالسيوم النقي، لا أعرف اشتغل بيه الرقم ده. عايز النسبة المئوية لكربونات الكالسيوم في العينة، ماشي، الرقم النقي ده ينفع اكتبه بتاع أكسيد الكالسيوم، كتبته 8.4 جرام تحت أكسيد كالسيوم وتحت كربونات الكالسيوم، قلت له انا معرفش هي كام جرام، ما هو الكلام ده غير نقي ما ينفعش استخدمه، ال 20 دي جرام فوقها جرام، جرام فوقها ايه؟ جرام. الكتله بالجرام هو عدد المولات في الكتله الموليه، الكتله بالجرام هو عدد المولات في الكتله الموليه، ما احنا قلنا الرقمين اللي فوق بيجوا من المعادله. طرفين في وسطين طلعت كتله ايه؟ كربونات الكالسيوم النقيه اللي اتفعلت حقيقي 15 جرام. عايز النسبة المئوية، الكتلة النقية في 100 على الكتلة الكلية، الكتلة النقية 15 في 100 على الكتلة بتاعت الغير نقية اللي هي ال 20، تطلع لي 75%، يبقى الإجابة إيه؟ د. السؤال 38، عينة غير نقية من كلوريد المغنيسيوم كتلتها 50 جرام، ماليش دعوة بالرقم ده، بعد ما نقيتها تماما حصلت على 45 جرام من كلوريد المغنيسيوم، يعني النقي منها 45 جرام، عايز درجة النقاء. اقول له درجة النقاء هي الكتلة النقية اللي هي 45 في 100 على الكتلة الكلية بتاعت العينة اللي هي كام؟ 50، طلعت 90%، يبقى الاجابة ايه؟ الف. السؤال 39، تحتوي عينة غير نقية من بروميد الالومنيوم على 4% شوائب، يبقى درجة النقاء كام؟ سؤال سهل جدا، 4% شوائب يبقى 96% درجة ايه؟ نقاء، اللي يطرحها من 100 يعني، يبقى الاجابة ايه؟ الف. السؤال رقم 40، كتلة عينة غير نقية من كلوريد المغنيسيوم 25 جرام، دي ما ينفعش اشتغل بيها مباشر، إذا وجد أن إجراء عملية تنقية كاملة، لما عملت لها تنقية
قدرت استعيد منها 17.5 جرام من كلوريد المغنيسيوم، يبقى دي الكتلة النقية. عايز النسبة المئوية لكلوريد المغنيسيوم في العينة. الكتلة النقية 17.5 أضربها في 100 وأقسمها على كتلة العينة بالكامل اللي هي غير نقية اللي هي 25، يطلع لي 70%، يبقى درجة النقاء 70%، يبقى الإجابة إيه؟ ب. السؤال 41، في تفاعل تحضير الأكسجين من تسخين كلورات البوتاسيوم. دي مادة كلورات البوتاسيوم سخنتها في وجود ثاني أكسيد المنجنيز كعامل حفاز، طلع لي كي سي ال صلب وحضرنا منهم غاز الإيه؟ الأكسجين. قال لي أنا سخنت 2 جرام من خليط من كلورات البوتاسيوم مع ثاني أكسيد المنجنيز كعامل مساعد، يعني الاتنين ده هم مع بعض 2 جرام، ماشي؟ وبعد انتهاء التفاعل لقيت الكتلة المتبقية اللي هي الكتلة الصلبة المتبقية 1.6 جرام، اللي هي المادة الصلبة اللي طلعت ده مع العامل الحفاز اللي هو أصلا ما بيتفاعلش، تمام؟ يبقى أنا معرفش أستخدم الاتنين جرام لأنها مادتين في بعض، ولا أعرف أستخدم الواحد وستة من عشرة جرام لأنهم مادتين في بعض، بس أنا أعرف أستخدم الأكسجين اللي طار. ما هو 2 ناقص 1.6 يبقى 4.10، يبقى كتلة الأكسجين اللي اتبخرت ده أو طلعت دي 4.10 جرام. أقدر بقى أحسب كلورات البوتاسيوم كتلتها كم ونسبتها كم. إزاي؟ أقول له تحت الأكسجين كتلته 4.10 جرام، وتحت كلورات البوتاسيوم مجهول، جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. أنا عايز كتلة، هي عدد المولات في الكتلة المولية، وأحسب الكتلة المولية للمركب ده. كتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية، 3 في 32، لأن الأكسجين O2 2 في 16 ب 32. طرفين في وسطين طلعت الكتلة النقية بتاعت كلورات البوتاسيوم 1.2 من 100، تمام؟ يبقى الإجابة وضحت جدا إن هي ب. طب عايز أتأكد، أحسب النسبة المئوية لأنه طالب النسبة المئوية. النسبة المئوية لكلورات البوتاسيوم هي موجودة في خليط كام جرام؟ 2 جرام. الكتلة النقية 1.2 من 100 في 100 على الكتلة كلها الغير نقية اللي هي 2، تمام؟ طلعت 51%، يبقى فعلا الإجابة الصحيحة هي إيه؟ ب. الكتلة النقية 1.2 من 100 جرام والنسبة المئوية 51%. السؤال 42، إذا علمت أن النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في عينة غير نقية من كلوريد الصوديوم هي 90%، هنا بقى جايب لي النسبة المئوية جاهزة، وبيقول لي أنا عايز كتلة العينة الغير نقية. لو بعد ما نقيتها طلع 9 جرام نقي، كتلة نقية، يعني النسبة المئوية معاك، تمام؟ والكتلة النقية 9 جرام معاك، عايز كتلة العينة الغير إيه؟ نقية، سهلة، اللي هي طرفين في وسطين. يبقى الكتلة النقية اللي هي 9 في 100 على النسبة المئوية اللي هي 90% هتطلع 10 جرام، يبقى الإجابة إيه؟ جيم. يبقى هي قانون عادي، تعويض مباشر، بس هو طالب الإيه؟ المقام هنا، طالب العينة الغير إيه؟ النقية. السؤال 43، عينة من خام الحديد كتلتها 3 كيلو جرام. الخام بيبقى فيه شوائب تحتوي على نسبة 18% من أكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو Fe3O4. عايز كتلة الشوائب في العينة. أقول له طيب كتلة الشوائب دي أجيبها من نسبة الشوائب. هي العينة دي درجة النقاء بتاعتها كام؟ 18%. اطرح 100% ناقص 18% يطلع 82% شوائب. طب أنا عايز أعرف بقى الشوائب دي كتلتها كام؟ هي العينة كلها كتلتها كام؟ 3 جرام. أقول له كتلة الشوائب 82% من العينة، يعني 82 على 100 في 3 اللي هي العينة، يطلع 2.46 كيلو جرام. دول كتلة الشوائب جوه العينة. يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ ألف. السؤال 44، عند حرق شريط مغنيسيوم كتلته 6 جرام في وفرة من الأكسجين نتج 8 جرام من أكسيد المغنيسيوم. عايز النسبة المئوية أو نسبة الشوائب في شريط المغنيسيوم. معنى انه طالب نسبة الشوائب في شريط المغنيسيوم يعني الكتلة بتاعت المغنيسيوم دي غير نقية، يعني مجهولة. ما هو طالب نسبة الشوائب اللي جواها، يبقى أكيد الكتلة دي ما ينفعش أعتد بيها في الحسابات الكيميائية، تمام؟ أكتب المعادلة، أدا مغنيسيوم اتحرق طلع أكسيد مغنيسيوم، وزنت المعادلة، طلع لي 8 جرام أكسيد مغنيسيوم، كتبتها تحتها. عايز نسبة الشوائب في شريط المغنيسيوم، ما أنا لازم أحسب كتلة المغنيسيوم النقي أصلا قد إيه؟ كام جرام؟ تمام، جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية.
الكتلة بالجرام هي عدد المولات في الكتلة المولية. طرفين في وسطين حسبت كتلة المغنيسيوم النقي 4.8، أطرحها من الست عشان أطلع كتلة الشوائب اللي هي 1.2 جرام كتلة شوائب. يبقى نسبة الشوائب هي كتلة الشوائب في 100 على الكتلة الكلية، تطلع كام؟ 20%. يبقى اختار الإجابة إيه؟ ب. أو طالب يحسب درجة النقاء تطلع 80%، يبقى أكيد الشوائب 20%. السؤال 45، عند أكسدة نص جرام من خام المغنيتايت. المغنيتايت إحنا عارفين إنه لما بيتأكسد بيتحول إلى أكسيد حديد 3 من الباب الأول. جايب لي كتلة المغنيتايت وكتلة الإيه؟ الهيماتايت اللي هيطلع. عايز النسبة المئوية للأكسيد الأسود اللي هو Fe3O4. معنى إنه طلب النسبة المئوية معناها إن في نسبة شوائب. يبقى العينة ده اللي هي بتاعة المغنيتايت اللي بيسأل عليه، أكيد الكتلة بتاعتها ما ينفعش أستخدمها. ما هو بالعقل كده، هيطلب إزاي النسبة المئوية لحاجة إلا لما يكون فيها شوائب؟ يبقى نكتب المعادلة بتاعة أكسدة المغنيتايت إلى هيماتايت وأوزنها. وأنتوا عارفين المعادلة بوزنها من الباب الأول. الهيماتايت اللي طلع أدى كتلته، أكتبها تحت الهيماتايت. والمغنيتايت دي خامة غير نقية، أجي تحتها وأقول له أنا معرفش هي كام جرام. جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. والكتلة بالجرام هو عدد المولات في الكتلة المولية. الكتلة بالجرام هو عدد المولات في الكتلة المولية للمركب ده، وسهل تحسب الكتلة المولية من الأرقام دي. طرفين في وسطين طلعت الكتلة النقية من المغنيتايت اللي هي دي. عايز النسبة المئوية بقى، الكتلة النقية في 100 على الكتلة الكلية بتاعت العينة الغير نقية اللي هي كام؟ نص. طلعت بالظبط 70%، هتبقى الإجابة إيه؟ جيم. السؤال 46، في التفاعل وجايب لي سكر الجلوكوز وتحط عليه خميرة، طلع لي إيثانول مع ثاني أكسيد كربون. تمام، قال لي أنا ضفت 10 جرام خميرة ل 18 جرام جلوكوز، طلع لي 3.808 من ألف لتر من غاز ثاني أكسيد الكربون. طالب مني النسبة المئوية للجلوكوز، معنى أنه يطلب النسبة المئوية يبقى الكتلة دي مش نقية، يبقى أكيد الكتلة بتاعت الجلوكوز ده مش هشتغل بيها، هعتبرها مجهولة وأشوف هتطلع كام. ماشي، أكتب المعادلة. الغاز بتاع ثاني أكسيد كربون اللي طلع جاب لي حجمه باللتر أهو، وأنا محتاج أحسب الكتلة ده عشان أعرف نسبتها المئوية كام. يبقى جرام فوقها جرام ولتر فوقها لتر. هنا بالجرام، الكتلة بالجرام هو عدد المولات في الكتلة المولية، وهنا الحجم باللتر هو عدد المولات في 22.4. طرفين في وسطين طلعت كتلة الجلوكوز النقي اللي اتفاعل حقيقي 15.3 جرام مش 18. احسب النسبة المئوية بقى، الكتلة النقية في 100 على الكتلة الكلية اللي هي العينة الغير نقية، يبقى 15.3 في 100 على 18، طلعت بالظبط 85%، يبقى الإجابة إيه؟ ألف. السؤال 47، الشكل البياني الذي أمامك يوضح تفاعل احتراق تم إجراؤه مرتين. المرة الأولى حرقت عينة نقية، والمرة الثانية حرقت نفس المادة بس ما هيش نقية، وفي الحالتين أكيد هيطلع نفس الإنتاج. تمام؟ عايز النسبة المئوية للشوائب غير المحترقة. يبقى لازم عشان أطلع النسبة المئوية لأي حاجة في الكيمياء لازم أطلع كتلتها. النسبة المئوية للشوائب يبقى لازم أعرف كتلة الشوائب قد إيه، وأضربها في 100 وأقسمها على الكتلة الكلية. طيب ركز معايا كده، هنا 4 وهنا 8 ومقسومة نصين، يبقى هنا 4 6 8 8 12، يبقى 8 10 12. يبقى العينة الأصلية النقية كانت 6 جرام، لما اتحرقت وصلت ل 10 جرام، والغير نقية 8 جرام، وصلت في الآخر برضو ل 10 جرام. يبقى الشوائب قد إيه؟ 2 جرام. تمام؟ ما هو العينة النقية 6 واللي فيها شوائب 8، وفي الآخر لما اتحرقوا بالأكسجين وصلوا في الآخر إلى 10، يعني الستة بقت 10 والتمانية بقت برضو 10، معناها إن التمانية الغير نقي دهم في منهم نقي 6 واتنين شوائب، لأن في الآخر 6 اللي اتفعلوا وادوني كام؟ 10 الإنتاج. يبقى أنا عرفت دلوقتي إن في 2 جرام شوائب، يبقى نسبة الشوائب هي كتلة الشوائب اللي هي 2 جرام في 100 على الكتلة الكلية بتاعت العينة الغير نقية اللي هي كام؟ 8. ما هو النقي 6 والعينة كلها بالشوائب كام؟ 8. يبقى 2 في 100 على 8 يطلع 25%، يبقى الإجابة إيه؟ ب.
بيقول لي بقى في الشكل السابق كتلة الأكسجين اللي اتفاعل قد إيه؟ سهلة دي، أنا عندي العينة النقية كانت كام؟ 6. لما وصلت لحد الإنتاج النهائي كام؟ 10. يبقى الإجابة الصحيحة هي ب. آخر سؤال معانا جايب لي معادلة موزونة، نيترات الصوديوم لما بتتسخن بتدلنا نيتريت الصوديوم مع غاز الأكسجين. سخن 15 جرام من عينة غير نقية من نترات الصوديوم، يبقى الرقم ده ما ينفعش اشتغل بيه بتاع نترات الصوديوم، هعتبره مجهول واحسبه. نتج 5 جرام من نيتريت الصوديوم، ده اللي انا هستخدمها. عايز النسبة المئوية للنقاء، اكتب المعادلة. انت قلت لي نيتريت الصوديوم كام جرام اللي طلع؟ 5 جرام. وده عينة غير نقية، اجي تحتها واقول له انا معرفش هي كام جرام. جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. الكتلة بالجرام هو عدد المولات في الكتلة المولية. الكتلة بالجرام هو عدد المولات في الكتلة المولية. طرفين في وسطين احسب الكتلة النقية بتاعت نيترات الصوديوم. اطلع لها النسبة المئوية، اجيب الكتلة النقية واضربها في 100 واقسمها على الكتلة الكلية اللي هي ال 15 اللي هي العينة الغير ايه؟ نقية. طلعت بالظبط 41.1، يبقى الاجابة الصحيحة هي ب. الاسئلة دي كلها كانت 49 سؤال، ده غير الاسئلة اللي احنا حليناها اصلا مع بعض في بداية الفيديو عشان نفهم طريقة المسائل. الأسئلة دي كلها 49 سؤال من كتاب الوافي، ده تأسيس، منهم أسئلة من كتاب الوافي وفي أسئلة وأجابة من بنك المعرفة، أسئلة متميزة جدا. أعتقد يعني بإذن الله إن ممكن تكون مستواكم دلوقتي اتحسن جدا في المسائل، أو فهمتوا القوانين والمسائل بتشتغل إزاي. لو فهمت الفيديو ده كويس إن شاء الله مش هيقابلك أي مشاكل في مسائل الباب التاني اللي هنبدأها الفيديو اللي جاي إن شاء الله. بالتوفيق والنجاح دايما بإذن الله.